الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. منذ وقت قليل انقلبت الدنيا ولن تقعد. ماذا حدث؟ حدث شيء، انتخابات الأندية ستنقلب رأسا على عقب. حكم مركز تسوية التحكيم باللجنة الأولمبية بإدراج أعضاء فرع نادي هليوبلس الشروق في كشوف الجمعية العمومية، ولهم حق الترشح والتصويت أيضا لأبنائهم، إن هم من حقهم يفصلوا عضوياتهم. ده معناه إيه؟ ده شق موضوعي كانت اترفضت في الشق المستعجل من لجنة التسوية. ده معناه إن نقطة، ومن أول السطر هتتعاد انتخابات الشروق الترشح، وهيتعاد من أول وجديد. وده اللي احنا قلناه، وقلنا أكتر من مرة، إذا سكت الحكماء تكاثر الحمقى. مرارا وتكرارا قلنا مش عايزين العناد. قلنا إن النهاردة لائحتكم، على فكرة ده مش كمان اللائحة الاسترشادية، دي اللائحة الخاصة بنادي هليوبلس. لغوا المادة الخاصة بده، اتلغت. معنى كده نعيد تاني، والملايين ترجع تاني، والناس تصرف تاني، ومن أول وجديد. في اتصال مع الصديق وائل عوض أبلغني بذلك، لا وكمان قال حاجة أهم، قال إن محكمة القضاء الإداري في المنصورة، إيه اللي هيجرى؟ قالت إيه في شهر 10؟ قالت إن عرض الأمور الإدارية على مركز التسوية والتحكيم غير قانوني، إذن نسف من أساسه، أو نسفت من أساسها لجنة التسوية. طب ده ماله بانتخاباتنا؟ هقول لكم ماله. الشق المستعجل بالأمس اترفضت من أعضاء الشيخ زايد، أول درجة اترفضت. هتعرض على الموضوع. يعني إيه شق عاجل ويعني إيه الموضوع؟ شق عاجل بيبقى من ظاهر الأوراق، أما الموضوع بيبقى مدروس دراسة وافية من قضاء آخرين. معنى كده أن النادي الأهلي في خلال أسبوع أو أربعة أيام أو بأقصى تقدير يوم الأربعاء القادم، من الممكن أن يحدث ما حذرنا منه. حذرنا وقلنا كتير مش عايزين عناد. الآن من يعوض هؤلاء المرشحين عن الملايين التي صرفت؟ اللجنة الأولمبية المصرية إذا كانت هي من تدير فتتحمل. أيها السادة، لماذا كلنا يكره العدل وهو ظالم، ويحبه وهو مظلوم؟ من يعوض هؤلاء؟ وتعالوا نقول لو مركز التحكيم والتسوية ادى للشيخ زايد الحق، أو محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين القادم في لجنة خاصة، في جلسة خاصة، حكمت باستمرار التنفيذ وبأحقية الشيخ زايد في الإدراج والترشح. نكلم مين؟ عايز أعرف نكلم مين؟ لأن احنا قلنا كتير ومحدش بيسمع. قلنا مرارا وتكرارا، وانا قاصد اكررها بالله عليكم، انا يعني النهارده الحكم ده هيقلب الدنيا، لان الحكم ده هنرجع تاني ونقول نبتدي منين الحكايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أهلا بكم مشاهدينا. والأهلي ينتخب، وبعيدا عن التخبط الإداري، وبعيدا عن التخبط في القرارات، وبعيدا على التخبط في إدارة الرياضة المصرية، أخذ حضراتكم لحاجات مهمة جدا. الانتخابات في النادي الأهلي فيها وضع مختلف، إن عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي بيبقى عنده طموحات كتيره جدا. اول حاجه طموحات فريق الكوره، النادي الاهلي شكرته كلها من انجازات فريق الكوره،
نفس الشيء طموحات الإنشاءات وطموحات تطور منظومة النادي الأهلي كمؤسسة كاملة، وليس فقط إنشاءات في البناء وليس فقط تطورات في بعض الملفات، ولكن الكل في النادي الأهلي يبحث عن تطور الموضوع كمؤسسة. على مدار التاريخ النادي الأهلي كان عنده الريادة في أشياء كثيرة، يا إما أول نادي حصل على البطولة ويبقى أكتر نادي لو هو ما خدهاش كأول نادي حصل عليه. نادي الأهلي أول نادي خد بطولة الدوري المصري منذ انطلاقها في 48، وهو أكتر نادي 39 مرة. كأس مصر النادي الأهلي لم يأخذه كأول نادي، ولكن أكثر الأندية حصولا عليه 36 مرة. نذهب لدوري أبطال أفريقيا نفس الشيء، نادي الأهلي حصل عليه 8 مرات. كونفدرالية أول نادي مصري يحصل عليها. إذن النادي الأهلي دائما له الريادة، وحتى في الإنشاءات. لو ذكرت حضراتكم بأمر في الملك فؤاد الأول وابنته الثالثة الأميرة فيئة، كانت زارت النادي الأهلي في زيارة في العشرينات وتبرعت للنادي الأهلي لإنشاء أول مسجد داخل نادي. تخيلوا، أول مسجد داخل نادي في مصر كان النادي الأهلي هو أول نادي عنده هذا الشيء العظيم. إذن النادي الأهلي في موضوع الريادة في كل الأشياء له السبق دائما وأبدا، وهو ده عضو الجمعية العمومية. أيضا كان أحمد عبوب باشا وهو تامن رؤساء النادي الأهلي كان واحد من المليونيرات، وكان عامل أكبر عمارة في مصر، وكان حاكم على اللي ما يسكنش فيها إلا الأهلوية فقط. وعشان أزمة اللعيبة المغتربين كان عامل دور مخصص للعيبة النادي الأهلي المغتربين للسكن والإقامة في هذه العمارة. وعشان كده زي ما حضراتكم شايفين هذه الصورة، وادي صورة الأميرة فيقة في زيارتها للنادي الأهلي حتى تبرعت بالمسجد، والصورة الثانية كان فيها عبود باشا واجتماعه اللي كان فيه كمال بيه حافظ ومختار التتش، وطبعا دول تاريخ النادي الأهلي العظيم. النادي الأهلي في هذا الوقت كان أول نادي أيضا يفكر في أنه عنده لعيبة مغتربين من خارج القاهرة، فلازم يكون عندهم مكان للإقامة حتى يبدعوا للنادي الأهلي ويجيبوا البطولات. إذن على المجلس القادم أنه هيمشي في ملفات مهمة جدا جدا، استمرار التطور في الملف الرياضي والريادة في البطولات المحلية والبطولات الإفريقية، مش بس في كرة القدم ولكن في كل الألعاب. نفس الشيء في التطور الإنشائي، كان الله في عون المجلس القادم لأن عليه حملا ثقيلا، لأن مؤسسة الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره اللي بملايين وملايين، مش بس في مصر ولا في الشرق الأوسط، في كل مكان في العالم هتلاقي أهلوية ينتظروا من المجلس القادم الكثير. يعد أحمد حسني باشا رياضيا من الطراز الرفيع، حيث كان بطلا في لعبة السيف الشيش، وممثل العرب الوحيد في دورة الألعاب الأولمبية بستوكهولم عام 1912، وكان في ذلك الوقت طالبا في إنجلترا، ثم كان على رأس الفريق المصري في الألعاب الأولمبية في بروكسل عام 1920. وفي عام 1944 تم انتخاب أحمد حسنين باشا رئيسا للنادي الأهلي بعد وفاة الرئيس السابق جعفر والي باشا، كما كان حسنين رئيسا لنادي السلاح الملكي. وتم في عهده إنشاء حمام السباحة في النادي الأهلي بالجزيرة لأول مرة عام 1945، وكان من المشروعات العملاقة التي تطلبت الكثير من المجهود والمال في تنفيذها، وكان ذلك من أكبر إنجازات حسنين باشا. انتهت ولاية أحمد حسنين باشا عقب مقتله في ظهر يوم 19 من فبراير عام 1946، عندما تعرض لحادث أليم على كوبري قصر النيل.
وتفاجأ حسنين بسيارة لوري تابعة للجيش الإنجليزي تصدم سيارته بقوة، ثم تعرض لصدمة أخرى خلال نفس الحادث بعد ثوان، ولم تفلح محاولة نقله للمستشفى حيث فاضت روحه إلى بارئها في وقت قليل. وتناقلت الصحف المصرية نبأ وفاة حسنين باشا والذي كان رئيسا لديوان الملك فاروق في ذلك الوقت ببعض الشك، حيث ادعى البعض أن الحادث كان مدبرا من قبل الإنجليز، إلا أن تم إعلان الحقيقة بشكل رسمي غير كونه حادثا مروريا. أهلا بكم مرة تانية. وكان الخبر الرئيس في الساعات الأخيرة أن نادي هليوبلس سمح لفرع الشروق بدخول الانتخابات والترشح والترشيح. ونعيدها تاني، خدت بالك الدنيا اللي احنا كنا بنقول عليها بقالنا كتير اهي حصلت النهاردة. الموضوع كان متوقع، موضوع تم التنويه عليه مرارا وتكرارا، سواء من الضيوف سواء من خبراء سواء من قانونيين سواء من استشاريين، ولكن يبدو أن كل هذه الأمور مش واضحة بالنسبة للجنة الأولمبية. يعني من الأول ندرس القرار قبل ما ناخده عشان ما يبقاش التداعيات بتاعه مخالفة للموضوع. الموضوع مش كيمياء على فكرة، إدارة الرياضة مش كيمياء، الموضوع أسهل مما حضراتكم تتخيلوا. الدنيا في كل حتة سهلة، ولكن احنا دايما بنعقد الأمور تماما. احنا معنا على الهاتف دلوقتي سيادة المحامي وائل عوض. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير يا خالد بيه. زيك. سعيد ان انا ربنا يخليك يا خالد بيه. والله انا يعني في قمه سعادتي ان انا دايما بكون موجود مع حضراتكم، وفعلا المداخله معاكم بتعتبر اضافه ليا والله. شرف لينا. فزوائل ابارك لك. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. طيب. وانا قلت في المقدمه ان انا تلقيت الخبر منك واضفت لي كمان ان في حكم محكمه قضاء الاداري في المنصوره. أيوة. وزي ما دايما انا اقول لك لا يضيع حق وراءه مقاتل، وبالتاكيد انت كالعرب بتقول لك النائحه السكلة ليست كالمستاجره، وانت أيوة. كنت موجود. قول لي بقى الحكاية ايه، ونقول للسادة المشاهدين الحكاية ايه وتداعياتها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس في قبل ما اخش في صلب الموضوع، انا عايز اوجه تهنئة حارة جدا لاصدقائنا في هليوبلس الشروق، وشكر واجب لاخويا وزميلي واستاذي الاستاذ عيسى مكرم اللي فعلا لا يألو جهدا في اي عمل يوكل اليه. جزاه الله كل خير. احسنت يا استاذ عيسى، احسنت يا استاذ عيسى، احسنت يا استاذ عيسى. الاستاذ عيسى هو المحامي بتاعنا بتاع اعضاء زايد، هو شرف بالدفاع عن اعضاء هليوبلس الشروق. الحكم اللي صدر النهارده هو حكم موضوعي في موضوع اللائحه الخاصه بتاعت اعضاء هليوبلس الشروق، والحقيقه هي كانت زياده في الاجحاف في موضوع ان دلوقتي هم ممنوعين من الترشح والترشيح، اللي هي طابع البوسطه اللي بقى يعني اي فرع موصم بيه، ان هو راجل او عضو منبوذ، مش مطلوب ان هو يصوت، مش مطلوب يشارك، مش مطلوب يعمل حاجه. تداعيات الحكم ده يا استاذ وائل. بص يا خالد بيه، هذا الحكم يعتبر أول حكم يصدر من المركز التسوية والتحكيم في موضوع الفروع بالذات، وهذا الحكم هيعتبر يعني أول مسمار في نعش هذه المادة اللي أنا قلت لهشام حطب
ومن وراءها هشام حسن أن هذه المادة موضوعة على جهاز التنفس الصناعي، فهي ماتت إكلينيكيا، وكل اللي بيتم عمله وكل التصريحات وكل الإرهاصات اللي بتحصل ما هي إلا جهاز ضربات القلب اللي هو بالكهرباء ده عشان نعيشها أكبر فترة ممكن. طب أستاذ وائل، أثر هذا الحكم على موضوع أعضاء زايد في النادي الأهلي وانتخابات النادي الأهلي القادمة؟ بص حضرتك يا كابتن محمد، طبعا في مركز التسويه والتحكيم انت عارف حضرتك ان احنا برضو بعض الاعضاء توجهوا لمركز التسويه والتحكيم عشان يطالبوا بحقهم في التصويت، فطبعا دي هتتاخد حاله مثل وهتبقى يعني سابقه حصلت في مركز التسويه والتحكيم، هيستفيد بيها الظهور وهيستفيد بيها الاهلي. احنا لينا جلسه في يوم الحد القادم في القضاء الاداري، وهي جلسة فحواها وقف الانتخابات أو وقف إجراء انتخابات النادي الأهلي اللي هتجرى يوم 30 لعدم إدراج أعضاء الشيخ زايد أو أعضاء النادي الأهلي الشيخ زايد. أنا في حاجة عايز أقولها يا أستاذ وائل، أنا في حاجة عايز أقولها وسريعا. النهاردة احنا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قال لك إن حتى لو صدر حكم من المحكمة العليا أو تحت أي ظرف احنا لن نقبل بأي حكم اطلاقا من القضاء الاداري. هل من المعقول ولها كل الاحترام والتقدير القضاة الموجودين في مركز التسوية والتحكيم، هل من الممكن دائرة كاملة برئاسة نائب رئيس لمجلس الدولة وغالبا بتبع الدوائر دي بقى يطلع بعدها رئيس محكمة قضاء اداري ولا يلتفت اليها ويلتفت الى مركز التحكيم والتسوية او التسوية والتحكيم؟ بص يا فندم، انت حضرتك اشرت في الانترو بتاع معاليك دلوقتي ان في حكم صدر من القضاء الاداري في المنصوره. هذا الحكم انا بعتبره هو الانذار الاول او المسمار الاول في نعش هذا المركز ومن يديره. والحكم ده صدر في 25/10/2017 في دعوه رقمها 1733 لسنه 40 قاف الدائره الاولى افراد. جزء من اللي تضمنه هذا الحكم قال لك الدستور المصري الصادر سنه 2014 قد ناط بمجلس الدوله وحده اختصاص المنازعات الاداريه، ومن ثم فانه لا يخرج من دائره هذا الاختصاص اي منازعه اداريه بنص صريح في الدستور او القانون، وبشرط ان يحدد هذا النص الجهه القضائيه التي تختص بهذا النزاع استثناء من اختصاص مجلس الدولة. معنى هذا الكلام يا فندم ان مجلس الدولة هو اللي مختص واللي هيبقى مختص، وان هذا المركز ما هو الا كيان مبتور سيحكم عليه بالعدم. يعني خلاص، يعني بدأنا هذا الحكم في منتهى الخطورة، لانه معنى ذلك انه هيعقد الاختصاص مرة اخرى لمجلس كابتن القضاء الاداري طبعا. ايوه. وبعدين يا فندم معلش حضرتك كنت بتقولي ان في ان السيد هشام حطب بيقول لن اعترف. مي يعني بأمرت ايه لن يعترف؟ يعني بأمرت هو الدوله مثلا ولا ايه؟ لا مش فاهم. يعني هذا الحكم صادر باسم الشعب يا خالد بيه. هو بيتكتب في مسوده الحكم باسم الشعب. ايوه معلش اكمل الحته دي. هذا الحكم صادر باسم الشعب، ومعنى صدور الحكم باسم الشعب يطبق على الصغير والكبير. النعرات الإعلامية والمنشطات اللي بنسمعها يعني لا تخص إلا أصحابها. يصدر بس لينا الحكم إن شاء الله يوم الحد بأمر الله تعالى، ونشوف يعني إذا كان هيتنفذ الحكم ولا لا. أستاذ وائل عوض، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخلة كانت مهمة. والصراحة يعني برضو لازم نقول في أحد الحلقات كان الدكتور طلال والأستاذة ماجدة الهلباوي برضو حذروا على نفس الشيء، نادي الزهور والأولمبي وعلى موضوع أيضا نادي هيليوبلس، وأيضا كان حضرتك نوهت إلى هذا الأمر منذ يعني شهور. أنا معاك من منذ شهور وما توقعته حدث بالفعل وللأسف. ودنك منين؟ والله يا أخي ده جحا ده غلي. والله ده احنا بنعمل حاجات لو شافها جحا هيطفش. هنطلع بإيه دلوقتي؟ نطلع بالأخبار؟ نطلع بالأخبار. يلا.
اتفضل يا استاذ محمد. هنبتدي باخبار قائمه المهندس محمود طاهر. امبارح احنا ابتدينا باخبار قائمه كابتن محمود الخطيب، النهارده هنبتدي بقائمه المهندس محمود طاهر ووصلت جولاتها الخارجيه. احنا هناخد الموضوع سريعا. وصلت قائمة المهندس محمود طاهر جولتها الخارجية للانتخابات. زار شركة بترول خليج السويس وجلس مع أعضاء النادي العاملين في الشركة، وما كانتش ظروف عملهم منحت لهم الفرصة من حضور الندوات من أجل حثهم على المشاركة في الحضور للجمعية العمومية. وأوضح المهندس محمود طاهر في تصريحات خلال الندوة اللي حضرها عدد كبير من القيادات أنه يسعى إلى تحويل النادي الأهلي إلى مؤسسة اقتصادية ناجحة تكون قادرة على تحقيق طموحات الأعضاء والجماهير، ومشددا أن القوة الاقتصادية هتمكن المجلس من استكمال الإنجازات الاجتماعية سواء خدمات أو إنشاءات، وكذلك دعم الفرق الرياضية بأبرز اللاعبين والأجهزة الفنية حتى تستمر في حصد البطولات والإنجازات واستمرارا في الريادة الرياضية. احنا معانا خبر للدكتور إيهاب ماضي، فهو ضيفنا، فهنترك ما قاله أسئلة، نروح لقائمة الكابتن محمود الخطيب. كابتن الخطيب بيقول: وقعت قرار الاستغناء عن أسامة حسني. استعاد محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي الانتخابات المقبلة استعاد ذكرى اتخاذه قرار الاستغناء عن زوج ابنته أسامة حسني الذي كان مهاجما للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. أضاف الكابتن الخطيب: كنت نائبا لرئيس الأهلي وعضو لجنة الكرة، وطلب الجهاز الفني وقتها الاستغناء عن أسامة حسني، مؤكدا وقتها أنه قرر الاستغناء عن اللاعب بسبب رغبته في استقدام مهاجم جديد للاعب جوار عماد متعب وفلافيو. وأوضح أن أول واحد في لجنة الكرة قام بالتوقيع على قرار الاستغناء عن أسامة حسني الذي ساهم في حصد بطولة أفريقيا. تمام، وفي تفاصيل تانية بس هي كويس قوي. وضحت: عدت إلى منزلي وجدت زوجتي ونجلتي غاضبين، هي يبقى غاضبتين، من قراري بالاستغناء عن أسامة حسني، ولكن قلت لهم الأهلي فوق الجميع، وتعلمنا احترام رؤية المدير الفني الذي يدرك مسرحة الأهلي الفنية. طيب، احنا هنستمر في أخبار الكابتن محمود الخطيب، وهيبقى لنا تعقيب صغير على أحد الأمور اللي بتخصنا هنا في قناة النادي الأهلي. ولكن هبتدي الأول أن كابتن محمود الخطيب قال أن أبناء النادي فقط هم الذين يستطيعون خدمته، ويجب أن يتم تطبيق العدل في كل جوانب النشاط الرياضي. وأضاف: يقولون أنني لاعب كرة على أساس أن هذا الوصف عيب، هؤلاء لا يدركون كم الخبرات التي يحصل عليها اللاعب من خلال عمله مع الكثير من المدربين والمديرين الفنيين وحتى الموظفين على مدار سنوات عمله كلاعب. ووصل الخطيب: لا يدلي بأي رؤى دون دراسة وثقة كاملة بأنه على قدر المسؤولية للإدلاء بالرأي، وأن يكون قادرا على الوفاء بالكلمة التي يقولها. كل من في الأهلي يعرف جيدا من هو محمود الخطيب. وأضاف: لا أخشى أن يتم وصفي كلاعب كرة، هذا يشرفني كثيرا، لقد تعلمت الكثير من قيم والمبادئ داخل هذا النادي، ولذلك أسند لي صالح سليم العديد من المهام وطلب مني العمل كمدير كرة، وأنها لقد تعلمت الكثير من الملعب وروح الفلنة الحمراء التي تعكس المثابرة والإصرار ونسب الإنجاز للمنظومة وليس لنفسي، تعلمت كيفية تحقيق الانتصارات واحترام المنافسين. بعد كده كابتن محمود الخطيب انتقد قناة النادي الأهلي أنها لا تذيع أي أهداف له. والصراحة يمكن في أول حلقاتنا في برنامج الأهلي ينتخب، والصراحة أنا بقدم برنامج اسمه ماتشات زمان، هو عبارة حتى البعض اتهمني بأنني اختزلت تاريخ النادي الأهلي. مش البعض، أنا اللي قلت لك في أهداف وآخرين في أهداف كابتن محمود الخطيب مرارا وتكرارا، سواء كمحمد فاروق سعد العبد الفقير إلى الله تحدثت إليكم وقلت أفضل موهبة شاهدتها في حياتي هو كابتن محمود الخطيب، وجبنا لحضراتكم برومو ماتشات زمان. وكابتن محمود الخطيب مش بس بيجيب أجوان، وهو بيروض الكرة وبيعمل كنترول وبيعد الكرة من أقدام المنافسين. وكان في بعض الأمور ماتش كان النادي الأهلي بيلعب أفريكا سبور، وكابتن محمود الخطيب في منتصف الملعب هكلمكم كده بلغة الكرة والناس بقى اللي هم مشجعين الكرة يفهموني، يعني ادى اللعيب سبعايه. اللعيب ده بعد ما خد السبعايه وقع على وشه. فكنت في ماتشات زمان مع ضيوفي الكرام وسالتهم: فاكرين مين الراجل اللي خد السبعايه وقع على وشه؟ قالوا لي: تخيلوا طلع مين؟ عبيدي بيليه الحاصل على افضل لاعب في افريقيا، وخد دوري ابطال اوروبا مع نادي اولمبيك مارسيليا في بدايه التسعينات،
كابتن محمود خط كان هو طبعا عبيد جولي نجم غانا، وهو ابو اندريه ايو لاعب منتخب غانا، وهو جوردون ايو اللي كانوا بيلعبوا قدام منتخب مصر. غير كده كان محترف ساعتها في افريكا سبور الايفواري، وتحدثنا كثيرا على مهاره كابتن محمود الخطيب في ان واحد، شوف انا بكلمكم على عبيدي بيليه كابتن محمود الخطيب، وتكررت كثيرا 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 في ان انا بتكلم وبنعرض اهداف كابتن محمود الخطيب اللي مش بس بنحبها، بنعلم منها الاجيال كلها ازاي تبقى تاخد المكان المناسب والمهاره و الى خلافه. ومش هتطرق بقى للناحيه الرياضيه لان احنا هنا بنتكلم في برنامج عن الانتخابات، ولكن يبدو ان الكابتن محمود الخطيب اللي بيوصل له هذا الكلام ما بيوصلهوش على الوصف الصحيح، لان التاريخ لا يحذف كابتن محمود الخطيب، واحنا دائما وابدا ويمكن انا مرارا وتكرارا بتكلم عن تاريخ النادي الاهلي في بدايته من الثمانينات، وبنعرض لحضرتك كل اهدافك بل بنستفيد فيها اكثر، وكل ضيوفنا الكبار نجوم النادي الاهلي في هذه الفتره، كابتن محمد حشيش، كابتن ربيع ياسين، كابتن حمدي ابو رادي، كابتن علاء ميهوب، وكابتن شريف عبد المنعم، وكل نجوم هذا الجيل اللي شرفونا في قناه النادي الاهلي كنا بنتحدث معهم وهم يشهدون. انا عايز اقول كلمه، كابتن محمود انا جيلي يعلم من هو الكابتن محمود، ولكن انا اتكلم الكابتن محمود الخطيب بصفه اعلامي بقالي سنين طويله في النادي. كابتن محمود ما ينفعش كل شويه يعني تكرار الكلام وتكرار الموضوع بيقلب ضد. يعني ايه؟ يعني حضرتك كنت في لجنه ندوه الشيخ زايد، طلع بورقه حد وبنتكلم، طبعا الورقه دي ما ملناش علاقه بيها. لكن التكرار 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 في هذا الموضوع، وانا اكتر من مره بقول احنا مش عارف انا هل يجوز ليا ان انا اتكلم عن قناه الاهلي ولا لا. بس احنا مش عايزين نقعد نسرد ونقول ونحكي فيما حقي كتير. فارجو ان الكابتن الخطيب اللي انا بحبه يعني استثمار الامثل لوقته في الندوات، لاني العمليه مكرره. كابتن الخطيب كل دقيقه له تساوي زمن. فاذا النهارده قناه الاهلي، وانا ارجع اسال فاروق وفاروق يقول البرنامج، لا لازم في موضوعات لازم نقول هنعمل ايه هنعمل ايه، لان كده بصراحه يعني انا لما اقعد والاقي كل مره نفس الكلام، طب ما انا عارف هقعد كده واقول اصل المهندس محمود طاهر هيكلمني النهارده في كذا، اصل الكابتن محمود الخطيب هيكلمني النهارده في كذا. لا احنا مش جايين هنا ومش جايين نعمل البرنامج ده عشان نقول، احنا جايين البرنامج ده والناس استدعوني في البرنامج ده عشان نقدم شيء للجمعيه العموميه. فالنهارده عايزين نستثمر كل دقيقة من أجل الجمعية العمومية. الآن ليس مش عارف إيه كوني لاعب كرة، مين قال؟ ده أنت أعظم لاعب كرة جابته مصر، لكن ليس بالضرورة إن أنت تشوط برجلك الاثنين. ربنا خلق لكل واحد رجل بيشوط بيها. أنت أعظم لاعب كرة جابته مصر. تمام؟ فخلاص يعني خلاص يا كابتن إحنا بقى مش عايزين وبتاع، وبعرضها على سيادتك تاني، أنت طلعت مع شريف مع عامر انا بعرضها على سيادتك تاني، اذا لم تكن راضيا عن قناه الاهلي فانا اعرض عليك التلفزيون المصري، وتضع حضرتك الاسئله بنفسك وتديني الاسئله اللي انا اسالها لسيادتك، لكن عن بعد ما ينفعش. الضيف احنا عندنا الاستاذ حسام الدين مصطفى المرشح على مقعد العضويه فوق السن، هو ضيفنا في الفقره التاليه. We'll be right back.
الاستاذ حسام الدين مصطفى. حلو الاستاذ حسام الدين مصطفى، اطال الله في عمر مرشحنا، شهير بحسام زيدان، هو عضو تحت السن، انا قلت تحت سن ال 35، لكن الوقار اللي بيتحلى به الاستاذ حسام جعلني اظنه ما فوق عضويه فوق السن. الله يخليك. اهلا بيك يا استاذ خالد. الله يخليك. انا شرف لي ان اكون متواجد في قناه الاهلي مع الاستاذ محمد ومع حضرتك. انا طبعا داعم لاي شباب، الله يخليك يعني اي شباب انا بدعمه قلبا وقالبا. عشمنا دايما في قناه الاهلي وفي اي قناه حياديه ان هي تسمع صوت اي حد داخل معركه انتخابات. مش عايزين نقول ان هي معركه، ان هي نقدر نقول ان هي تنافس شريف بين ناس عايزه تخدم النادي الاهلي باي طريقه. واحنا كشباب نشأنا في النادي الاهلي لينا افكار، زي ما الاهلي نشأ على فكره صاحبها عمر لطفي بيك، تمام، كان اسمها الاول نادي طلبه المدارس العليا، اللي هو حولها بعد كده عمر لطفي بيك للنادي الاهلي للرياضه البدنيه، واللي اختار اسمها واحد محترم عظيم اسمه امين سامي باشا. كان اول رئيس شرفي للنادي الاهلي سعد زغلول، وصاحب فكره انشاء النادي الاهلي مع عمر لطفي بيك كان مصطفى كامل. فلما نيجي نتكلم على رموز كبيره اسست النادي الاهلي، فبالتالي يبقى ترشيح انتخابات في النادي الاهلي شرف لاي واحد ينزل يمثل اسم النادي الاهلي، بس ده شرف وتكليف وليس نوع من انواع التفاخر، او ان هو نوع من انواع مضيعه الوقت، او نوع من انواع ان واحد اسمه بس مرشح نفسه للانتخابات فينجح ينجح ما ينجحش خلاص. احنا اصحاب رساله. طيب انت استاذ حسام، ايه ابرز يعني ملامح برنامجك الانتخابي وقرار نزولك قرار جريء في حد ذاته؟ بالظبط يا فندم، قرار جريء، وفي نفس الوقت انا بتعامل مع ناس يعني راقيه، ناس محترمه، مجلس اداره محترم، تمام، اتاح لي الفرصه للجميع ان هو الناس كلها تنزل، تمام، ما اقصاش حد، وده اللي احنا متعودين عليه دايما في النادي الاهلي، ان كلنا بنخدم النادي الاهلي. انا ملامح برنامج الانتخابي بتاعي ان انا نازل مش عضو مجلس اداره او مش مرشح مجلس اداره، عضو مجلس اداره تحت السن او فوق السن، كلنا ناس شرفاء نازلين ننتخب او نرشح نفسنا عشان نخدم اعضاء النادي. انا نازل كمرشح كعضو عامل جوه في النادي الاهلي، عامل فكره جديده، هو انا عايز ان انا ارجع دور اللجان تاني في النادي الاهلي. ايه هي الفكره الجديده؟ الفكره الجديده هي ان انا استحدثت او ادخلت، عايز ادخل 18 لجنه جوه النادي الاهلي. كل لجنه اللجان دي. نعم، ابرز اللجان دي. ابرز اللجان في مثلا عندنا لجنه اسمها لجنه التطوير والافكار. تطوير ايه وافكار ايه؟ التطوير ان احنا عايزين دايما ان احنا نجدد في فكرنا ان النادي الاهلي ليس فقط للرياضه البدنيه فقط، وهو برضه نادي اجتماعي، لان هو اساس نشاه النادي الاهلي كان على فكره نادي اجتماعي لملتقى الادباء اللي بيحاربوا الاحتلال البريطاني، واللي حولها عمر لطفي بيك بعد كده ان هو يبقى نادي رياضي. وانت لجانك عايز تحارب بيها ايه؟ انا لجاني عايز احارب بيها، مش عايز احارب بيها، لان احنا انا بقول لحضرتك احنا على مدار السنين اللي فاتت كلها كانت مجالس ادارات متعاقبه كلها محترمه بتحاول ان هي تقدر ان هي تعالج مشاكل ما بيواجهها العضو جوه النادي الاهلي. انا حبيت ان انا اعالجها في شكل لجان 18 لجنه، كل لجنه مختصه بحاجه. لجنه التطوير مثلا والتجديد دي انا مثلا قلت ان احنا عايزين نعمل بوابات تليق باسم النادي الاهلي. يعني بوابات الكترونيه مثلا ولا اي نوع من بوابات الكترونيه، عن طريق مثلا ان احنا نعمل الكارنيه بتاع النادي الاهلي ممغنط، اتفضل خش، يعني حاجه حديثه. عايزين نعمل مثلا مسرح خاص بالنادي الاهلي نعرض فيه، يبقى فيه المؤتمرات بتاعتنا، يبقى فيه كل حاجه. عايزين نعمل متحف خاص بالنادي الاهلي، تمام، نعرض فيه كافة الكؤوس وكافة الوثائق اللي هي كانت سبب نشأة النادي الأهلي. أفكار كتيرة أنا كاتبها في البرنامج بتاعي. أنا طبعا البرنامج بتاعي هو الناس كلها بتقول لي إن هو كتير، بس إذا كتب لك النجاح بإذن الله، ما أول شيء ستقوم بتنفيذه؟ أول حاجة هقوم بتنفيذها؟ هو أنا أول حاجة هقوم بتنفيذها هي إن أنا أشكر
كل عضو في النادي استمع لي انا، لان انا اللي بنزل بنفسي اقعد مع العضو، لان عضو النادي نفسه قيمه وقامه. انا كون ان انا انزل واقعد معاه بنفسي، انا بقدر العضو اللي قدامي ده. طبعا بشكر كل عضو استمع لي، تمام، ودعمني، وطبعا على راسهم طبعا والدتي ربنا يشفيها يا رب ويخليها. وبشكر اختي اللي هي موجوده دلوقتي في امريكا بتدعمني من امريكا. بشكر كل طبعا زملائي واصحابي وزملائي في العمل، مديريني في العمل اللي انا بشغل فيه، ان هم برضو بيدعموني. تمام. كيفيه دعمهم؟ نعم، كيفيه الدعم؟ حقيقة دعم معنوي، يعني فعلا دعم معنوي، ان هم يشجعوك على الخطوه دي. لان انا فعلا تقدر تقول لحضرتك لما دخلت انتخابات النادي الاهلي، دخلت منتخبات النادي الاهلي وانا عالم تماما ان انا صاحب رساله، وان ربنا سبحانه وتعالى هيوصل لي الرساله دي. لان انا حتى يعني حضرتك لما تيجي تقرا اللجان، لجان يعني نقدر احنا نقول مثلا لجنه مثلا زي لجنه المساعدات الانسانيه، انا عايز اخلي النادي الاهلي، تمام، مش هنقول نادي خيري، لا هو نادي فعلا، نادي اجتماعي، يقوم بدور ان هو يبقى نادي خيري في مساعده المحتاجين والمؤسسات. انت بتهتم بالسوشيال ريسبونسبيلتي، الدور أيوة المجتمعي للمؤسسه. ايوه بالظبط كده. من الاولى الداخل ثم الخارج، ولا توجه للخارج؟ الداخل طبعا يا فندم، توجهها للداخل. اوجهها للداخل يعني المساعدات قد لا تكون ماديه فقط، يعني مش ماديه طبعا. لا مش ماديه طبعا. زي نعم. زي ايه؟ هو انا عايز اعمل صندوق، تمام، نوجه فيه دايما المساعدات اللي بتطلع من العضو للناس اللي هم مثلا عاملين في النادي، مثلا اصحاب الاحتياجات. نعمل مثلا معارض للاسر المنتجه، نبيع المنتجات بتاعتها للناس الغير قادرين، تمام، جوه النادي، تمام، من العاملين او غير العاملين او المحتاجين. ان احنا نقدر ناخد حتى ايرادات الكلام ده كله، وان احنا نعمل شغل تاني، نشاط في لجنه تانيه. استاذ حسام، وانت من الشباب، ما داخل برنامجك من اجل الشباب؟ من اجل الشباب، انا يمكن فكرتي كانت عن النادي الاهلي ان هو نادي ليس رياضيا فقط ومجتمعيا كمان. لو احنا اتكلمنا في الرياضه، وكون ان الشباب دلوقتي مهتم جدا بالرياضات الجديده بالذات، فانا دايما حتى انا عامل فيه لجنه اسمها لجنه التطوير الرياضي. لجنه التطوير الرياضي دي انا عايز اصنع بطل اولمبي. بطل الاولمبي اللي هو دلوقتي بقى التحدي قدامه مش في كره القدم بس ولا كره السله بس، لا في العاب جديده كتيره. زي ايه يا فندم العاب جديده؟ انا عايز مثلا ادخل لعبه الهوكي من اول وجديد. كانت لعبه الهوكي في يوم من الايام في النادي الاهلي، ومع طبعا الوقت والكلام ده كله كوره وبتاع اندثرت. في مصارعه قتاليه مثلا اللي هي الام ام اي، ده فريق عالمي، دي مالهاش غير معترف بيها اولمبيا، غير معترف بيها، هو يعترف بيها لان الناس اللي بيلعبوا فيها واخدين فيها بطولات عالميه دوليه. هي فندم مش هي غير معترف بيها على المستوى الاولمبي. طب ليه مثلا مش بوكسنج؟ البوكس معترف بيها دوليا، معترف بيها اولمبيا. كل ده انا كاتبه، يعني البوكسنج كاتبه. نعم. اكتشفت بعد مرور الايام من ترشحك ان انت اتخذت القرار السليم؟ اتخذت القرار السليم لان انا كنت واثق تماما ان العضو، عضو النادي الاهلي، انا كنت مراهن على ذكائه وحنكته ان هو هيسمع لي. تقبل الناس ليك ازاي؟ تقبل الناس بكل ترحاب، لان انا صاحب، انا لما بنزل لوحدي مش معايا حد. فالناس لما بتشوفني يقول لي حاجه من برنامجك انت مختلف فيها عن الاخرين، وبتقول للاعضاء الجمعيه العموميه من اجل ذلك البند بالتحديد انتخبوا حسام الدين مصطفى. لو قلت لحضرتك ان انا عشان خاطر انا مثلا نازل انتخابات، او ان انا ابقى مثلا مختلف عن القوائم الثانيه، انا مش مختلف عن القوائم الثانيه في حاجه. فكره الاستاد انا كاتبها موجوده عندي، دي فكره كل الناس بتحلم بيها. انما انا عايز اخلي النادي الاهلي رياضي اجتماعي. العضو وهو دلوقتي ازاي؟ نعم، وهو الان ازاي؟ هو الان هو احنا نقدر ان احنا نقول ان هو نادي رياضي، يعني اهتمامه، نقدر نقول اهتمامه بالرياضه، بس في رياضات ثانيه احنا ممكن ندخلها مثلا في حياتنا، في حاجات ثانيه مثلا في الاجتماعيه ممكن ان احنا ندخلها عن طريق لجان. انا بقول مثلا زي لجنه المراه، لجنه الطفل، اللجنه الطبيه،
لجنه حكماء النادي، عايز اجمع رموز النادي كلها اللي خدمت النادي الاهلي كلها واحطهم في لجنه اسمها لجنه حكماء النادي، رواد النادي نجمعهم ناخدهم معانا في الاجتماعات وفي مؤتمرات اللي هم في يوم من الايام خدموا النادي الاهلي وشرفوا النادي الاهلي، نعمل لهم اماكن باسمائهم جوه النادي الاهلي تكريما ليهم. طبعا انا بالمناسبه دي كمان بشكر كابتن محمود رشدي، كابتن او اعظم باك ليفت في مصر، لما شافني لما شافني دعمني جدا، قال لي انت عرفت تفكر، قال لي انت عرفت تفكر وعشان كده انا بدعمك. انا بشكره وبتمنى له الصحه والعافيه وبشكر كل واحد في مالي في النادي. ما تيجي نستغل الوقت اللي معاك وتقول لنا حاجات يعني على ارض الواقع، قول لنا كده عشان الناس تعرف عشان الوقت ما يضيعش. تمام يا فندم. انا بعمل لجنه اسمها لجنه ذو احتياجات الخاصه، ماشي، بتهتم بشؤون الاحتياجات الخاصه جوه النادي الاهلي سواء من ابناء اعضاء النادي الاهلي او مش من ابناء اعضاء النادي الاهلي، بنعمل لهم مضامير خاصه بيهم، كراسي متحركه للكبار السن والمعاقين وحاجات كتيره جدا، فده يعتبر جانب اجتماعي احنا بنهتم بيه جوه النادي الاهلي. ممكن يكون في مثلا مجالس ادارات متعاقبه ما ركزتش قوي مع الموضوع ده، بس انا ركزت عليه ان احنا نعمل لجنه ليهم زي ما الدوله بتكرمهم او نديهم اولويه في اهتماماتها، احنا برضو نديهم اولويه كنادي برضو رياضي واجتماعي. طيب في لجنه فض المنازعات، ايوه، كنت تقصد بيها ايه يا استاذ حسن؟ هي اي خاصه، اي حاجه خاصه او اي قضيه خاصه بالنادي الاهلي، احنا النادي الاهلي عندنا الحمد لله كوادر محترمه جدا في كافه المجالات بما فيهم مستشارين وقضاه و فاحنا كل اللي احنا عاوزينه ان احنا نجمع الناس دي كلها في على شكل لجنه اسمها لجنه فض المنازعات، ان هي تكون هي الحكم بين النادي او اي جهات تانية احنا مختلفين معاها او حتى ما بين الاعضاء، لان احيانا بيحصل مشاكل بين الاعضاء والكلام ده بسيطه يعني، فاحنا ممكن احنا نلجا لها في يوم من الايام نقول لهم يا جماعه حصل مشكله بيننا وبين كذا، يبتدوا ان هم ايه حضرتك تقصد ما بين الاعضاء ان الجمعيه العموميه ومنهم فيهم بالظبط يا فندم. طب ما هو دي لو في مشكله انت بتذهب للمدير الفرع او المدير التنفيذي بالنسبه لمدير الفرع والمدير التنفيذي اذا كانت متعلقه بشؤون قانونيه بتروح بالظبط بالظبط، لو كانت متعلقه بشؤون قانونيه او حصل فيها حاجه احنا طبعا بنلجا ليها يعني، وانت بتتحاسب طبقا للائحه النادي بالظبط يا فندم. انا كتبت اهو، ويكون لها راي استشاري وغير ملزم لاداره النادي، يعني اي قضايا غير ملزمه الا بمناقشه اداره النادي. الم يكن من الاجدى تخفيض البرنامج وابراز اهم النقاط فيه من الاسترسال في برنامج طويل جدا؟ انا شايف ان حضرتك لو قريت البرنامج يا استاذ خالد، انا قريته والله ولبست له نظاره عشان كبير. انا لو حضرتك قريت البرنامج هتلاقي ان كل نقطه في البرنامج هي فكره، وانا ما رضيتش ان انا اختصر الافكار دي كلها، لان فعلا احنا لو نفذنا كل اللي في البرنامج ده ان شاء الله سواء انا نجحت او ما نجحتش او غيري نجح، انا هبقى اسعى برضو ان انا حتى البرنامج ده انفذه مع الغير. تمام، لان احنا لو نفذناه احنا عمرنا ما هنختلف عن اي نادي اجتماعي في مصر، لان احنا اعظم نادي في مصر وافضل نادي في مصر واقدم نادي في مصر، نادي ليه تاريخ وليه عراقه ما نقلش عن اي نادي ابدا سواء رياضي او اجتماعي. انا هزود على مصر الشرق الاوسط والشرق الاوسط طبعا. النادي الاهلي نادي عالمي قومي جاي من ناشونال اللي هي القوميه، فالقوميه مش 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 موجوده بس في مصر. طب استاذ حسام، كلمه اخيره للجمعيه العموميه. كلمه اخيره للجمعيه العموميه، انا بتمنى ان هم يقفوا جنبي يدعموني. انا صاحب فكره وعايز حد يسمع لي، معايا ناس مرشحين مستقلين محترمين، معايا الاخ المستقل محمد سعيد طبعا محترم جدا، واقفين مع بعض على طول في كل حته، معايا ناس محترمه ومستقلين كتير جدا ليهم برضو افكار، اعضاء الجمعيه العموميه بصراحه بتسمع علينا كلنا على نوع من انواع الحياد، سواء لقائمه الكابتن محمود الخطيب او قائمه الكابتن محمود طاهر، مهندس محمود طاهر هو كان كابتن برضه، ما هو كان كابتن طبعا اتفضل طبعا، و هم بيسمعوا لنا، واحنا طبعا انا اتفاجئت برد الفعل، بس انا كنت فعلا مراهن على ذكاء وحنكه العضو الجمعيه العموميه لاعظم نادي في مصر. انت نورتنا
الله يخليك يا استاذ خالد، ونتمنى لك التوفيق. وانا بس طبعا انا احنا اختصرنا البرنامج الانتخابي بتاعي، انا عارف ان هو كتير كلام كتير، بس انا مختصر طبعا البرنامج الانتخابي بتاعي على صفحه على الفيسبوك تمام بباركود. الباركود ده انا عامله. انت ممكن ترفع الباركود للكاميرا وهي هتجيبه. الباركود اهو المكان اللي انت عايز تشاور عليه عشان انا طبعا بشكر صاحبي احمد زيدان، هو برضو هو اللي صمم لي التصميم الجميل ده كنوع من انواع ان هو محب جدا للنادي الاهلي، ولما عرف ان انا داخل فكره انتخابات بصراحه دعمني. بشكر كل زملائي في العمل ومديريني ووالدتي وكل الناس اللي دعمتني، والدي واختي وكل الناس اللي دعموني وان هم ساعدوني ان انا اخد الخطوه دي، لان فعلا يا استاذ خالد الخطوه كانت جريئه جدا. حتى انا اتقدمت اخر يوم انتخابات، كان وقتها المهندس محمود طاهر رايح هو والقايمه المحترمه اللي معاه ان هم رايحين يتقدموا باوراقهم، وانا بشكر الكابتن المهندس محمود طاهر على انصافه وعلى محايدته معانا وعلى اتاحتنا الفرصه ان احنا نتكلم، وده ظهر طبعا عن طريق ان هو دعانا ماتش الاهلي والوداد المغربي. الراجل كتر خيره طلع لنا اتوبيس مع نفسنا كده ورحنا وحضرنا ماتش في المقصوره الرئيسيه. ده اللي احنا متعهدين دايما عليه في النادي الاهلي، ان الاهلي لا يقصي احد، وان كل واحد صاحب فكره يقدر ان هو يقولها ويتكلم فيها. استاذ حسام الاهلي فوق الجميع؟ طبعا فوق الجميع. بشكر حضرتك. ربنا يخليك يا استاذ محمد، متشكرين جدا يا استاذ خالد. شكرا لك على اتاحه الفرصه وكتر الف خيركم. احنا متشكرين جدا لقناه الاهلي وكل العاملين بقناه النادي الاهلي على اتاحتهم الفرصه لينا. بيتك يا فندم دائما وابدا. ربنا يخليك، كتر الف خيرك، وان شاء الله باذن الله انتخابات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نزيهه عادله ومش هيشوبها اي حاجه ان شاء الله باذن الله، والحكم لله اولا وربنا يولي من يصلح. ربنا يولي. شكرا لك. الله يخليك، كتر خيرك يا استاذ. هنطلع فاصل ونستقبل ضيفين من قائمة الكابتن المهندس محمود طاهر. حلوة الكابتن المهندس محمود طاهر. وندعو في هذه الفرصة قائمة الكابتن محمود الخطيب إن هي في أي وقت ترى إن من الممكن اللي هي تشرفنا. أهلا بيها. فاصل ونعود. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا ولكن نستقبل ضيفينا الكبيران. الدكتور ايهاب ماضي، مساء الخير يا فندم، منورنا في قناه النادي الاهلي. كابتن احمد مصطفى، اهلا بيكم، منورنا في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بدايه القايمه النهارده، احنا كنا مرضينها مستقلين، ف النهارده حضراتكم وانتم بتشرفونا من قائمه المهندس محمود طاهر. انا كنت عايز استفسر منك بس النهارده دكتور، انا ما رضيتش اقرا حتى في البيان في الاخبار، انا عجبتني كلمه رجل الاعمال ليس شبهه بل وظيفه محترمه، ده دليل كلمتين دول في الاخبار. انا ليه يعني ايه اللي اتقال عشان حضرتك ترد كده؟ هم كانوا بيتهموا النادي الاهلي ان القائمه بتاعه المهندس محمود طاهر كلها رجال اعمال، فانا استخدمت لفظ تكنوقراط. الراجل اللي قاعد جنبي كابتن طاهر احمد مصطفى شغال في شركه وطنيه، انا طبيب معالج، معانا استاذ في الجامعه، معانا مدرسه في مدرسه، معانا موظف في بنك، فهل هم رجال اعمال؟ فانا رديت على الموضوع لا، احنا مش رجال اعمال، بس انا مش بتنصل من وظيفه رجال اعمال، لان دي وظيفه محترمه، وظيفه مهمه جدا، وبالعكس هتفيد جامد جدا في النادي الاهلي او في اي نادي في مصر او في الرياضه في مصر، سواء بيرعى، سواء بيصرف، سواء بيحط فكر، ده حاجه مهمه لكن ليست سوء. تمام، اتفضل دكتور ايهاب. لماذا تم اختيار حضرتك لقائمه المهندس محمود طاهر؟ سؤال صعب نسال فيه المهندس محمود طاهر، بس هو مش معانا. المهندس محمود طاهر عامل قائمه جديده، عامل قائمه كلها ملفات، مدي لكل واحد اجنده يشتغل عليها، فنقى كل واحد على حده في تخصصه، وقعدنا حتى وقت كتير كنا قلقانين في الاول، مش ان معناه ان ما عندوش ناس، لا عنده ناس كتير جدا وناس كتير تتمنى ان تنزل في قائمه المهندس محمود طاهر، لكن كان بيدرس واحد واحد، يعني يمكن خلصنا اختيار القائمه كامله 48 ساعه قبل غلق باب الترشح. نعم، لان كان بياخد كل واحد في موضوعه في ملفه، يكون ضامن الخبرات بتاعته، الخبرات العمليه بتاعته، انه يقدر ينفذ الموضوع ده، والعكس ناقش معانا، ناقش واحد واحد على حده في المشروع بتاعه، فقدر يوصل لل 12 48 ساعه قبل ال 12 مرشح 48 ساعه قبل. بس انت شايف يا دكتور ان ده شغل انتخابات؟ ده يعني انا شغل انتخابات، يعني انا مثلا كانتخابات بحاول اجيب القايمه وبجيب الاشخاص اللي هم لهم تواجد ولهم ولهم ولهم. هل فكر المهندس محمود طاهر اللي هو يعمل، كنت انا بقول له دايما انت عامل تشكيله تدير اكبر المؤسسات، ولكن بفكر الانتخابي، هل انت ترى ان ده فكر؟ وهل بالفكر الانتخابي ان الباشمهندس محمود طاهر بجلاله قدره زي ما بنقول رئيس مجلس الاداره يفضل لغايه قفل باب الترشح ب 48 ساعه بيدور على الناس؟ هل بالفكر الانتخابي يفضل شغال لغايه اخر دقيقه في المجلس بتاعه وبيعمل اعلان الاستاد وبيعمل افتتاحات وبيعمل شغل كتير لغايه اخر يوم؟ طب ده يسأل انا بالعكس فيه. انا بالعكس، لا ده هكمل كلامي، بالعكس انا حاسس الباشمهندس محمود طاهر موضوع الانتخابات ده مش في دماغه، يعني هو قاعد بيشتغل لغايه اخر دقيقه، بيكون الناس، بيعمل فكر جديد، زي ما بنقول هو عمل طفره وانجازات كبيره قوي في الفتره الاولانيه، عاوز يكملها للاحسن، فابتدى يشوف عيوبه فين، بيحسنها فين، لان مفيش حد من غير اخطاء، لا في اخطاء، في انجازات كتيره جدا، لكن في شويه اخطاء، نحولها ازاي؟ نصلحها ازاي؟ نكملها ازاي؟ هو الراجل عمل البنيه التحتيه في النادي، عمل الرياضه في النادي، عمل التوسعات الانشائيه، بعد كده مش هتعمل ايه بقى بالكلام ده؟ هل انا مقاول ونقطه من اول السطر؟ ولا عندي فكره هكمله؟ انا كونت بيتي، ظبطت بيتي، كونت اساسي، عملت انشاءاتي، قويت الرياضه، وبعدين هكمل الفكرة ده عشان انقل النادي الاهلي لمؤسسه تبقى مؤسسه دوليه. كابتن احمد مصطفى، اذهب اليك، واحد من ابناء النادي الاهلي، وانا بطبعي داعم للشباب، وانت واحد من ابناء النادي الاهلي، وكنت لاعبا داخل جدران النادي الاهلي وتربيت في النادي الاهلي، هل اتخاذك لقرارك لدخول الانتخابات هل كان جاء مفاجئا ولا كنت مستعد لهذا الامر؟ في البداية أنا سعيد إن أنا موجود جوه بيتي قناة النادي الأهلي، الحمد لله أنا أنتمي لأسرة رياضية بالكامل، وأتشرف بالموضوع ده، ويعني وعايز أركز على الموضوع ده عشان أنا بقالي فترة بتهاجم وبدون سبب، أنا مش عارف ليه، يعني بتهاجم بسبب إن أنا كان في السي في بتاعي عشان أنا وجه جديد مكتوب إن أنا أنتمي لأسرة رياضية بالكامل خدمت النادي الأهلي على المجال الرياضي، فانا ما اعرفش ده يعني حاليا ده شرف يا فندم، مش ده حاجه انا الحمد لله اتشرف بيها، ان اهلي كانوا او كانوا خدموا النادي الاهلي على المجال الرياضي والعديد من وكانوا كباتن النادي الاهلي في جميع الرياضات المختلفه. بتهاجم ليه؟ انا يعني مش عارف، يعني انا قصه الانتخابات انا الموضوع جالي مش بشكل مفاجئ، انا نويت الترشح للانتخابات
كلنا في البدايه الحمد لله ولقنا للنادي الاهلي، ولكن انا اؤيد المهندس محمود طاهر وشايف ان هو اقدر بتكمله المشوار وتكمله سلسله الانجازات اللي هو ابتداها الفتره اللي فاتت. كنت اتمنى ان انا انضم لقائمه المهندس محمود طاهر. اول حاجه الاسباب الشخصيه ان انا على قناعه تامه ان هو راجل يعني ما خدش فرصه كامله انه يقدر يكمل المشوار اللي هو اللي ابتداه، المشوار الانجازات اللي ابتداه وناحيه التطوير في النادي الاهلي. محتاجين ان احنا نديله فرصه تاني يقدر يقدم لنا الـ 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 يعني البرنامج القوي اللي احنا او اجنده العمل. مش عايزين نقول برنامج، احنا في اجنده عمل كلنا تربينا داخل النادي الاهلي وعارفين يعني الحاجات. انت كنت شايف يعني مشوار المهندس محمود طاهر، فهل ده كان اكبر سبب لتوجهك لقائمه المهندس محمود طاهر، ولا تم التواصل معك؟ لا هو يعني انا في الاول كان يعني انا عايز اخش مجلس اداره النادي الاهلي واخدم النادي اللي هو بيتي اللي انا تربيت فيه، ولكن يعني مع المهندس محمود طاهر. انا المهندس محمود طاهر احنا عارفين ان هو كان من اقرب الشخصيات لكابتن صالح سليم اللي هو يعتبر رمز من رموز النادي الاهلي. وانا يعني بالنسبه لي كابتن صالح سليم ده يعني على المستوى الشخصي ده المثل الاعلى ليا وطبعا لجماهير النادي الاهلي كلهم. فده على الناحيه الشخصيه. الناحيه العمليه انجازات المهندس محمود طاهر في النادي تتحدث عنه، يتخلي اي حد ان هو يتمنى ان هو يخدم داخل النادي الاهلي من خلال المجلس بيقود المهندس محمود طاهر. دكتور ايهاب، انا ملاحظ ان الجانب الطبي حضرتك وظفت تماما اهم مميزات الجانب الطبي. كثيرين من المرشحين اتكلموا عن الجانب الطبي، ولكن انا عايز اعرف من حضرتك ما ستقدمه من الجانب الطبي بالنسبه لاعضاء النادي مختلف عن كل المرشحين وكل اللي موجود، اذا اعتبرنا ان النادي فيه جانب طبي. النادي فيه جانب طبي لازم نحسنه، لكن انا بتكلم في منظومه ثانيه، في منظومه تامين صحي لاعضاء النادي والرياضيين بتوع النادي وتحسين المنظومه الصحيه للعاملين بالنادي وموظفين النادي. المؤسسه ككل. مؤسسة ككل، ما احنا لو جينا نتكلم على المؤسسة ككل، مؤسسة النادي الأهلي في عندنا ثلاث محاور مهمين جدا، هما الأعضاء 147,000 أسرة أعضاء في النادي، اللعيبة الرياضيين والموظفين بالنادي الأهلي. فهبدأ بالموظفين بالنادي الأهلي، الموظفين والعمال اللي بياخدوا مرتب يتقاضوا مرتب من النادي الأهلي، بيتخصم جزء من مرتباتهم عشان التأمينات وبيبقى ليهم تأمين صحي، عاملين التأمين الصحي تبع شركة خاصة. لما قعدنا نتكلم كتير مع الناس عندهم مشاكل، عايزين نحسن هذه الخدمه، هي موجوده بس عايزين نحسنها نديها لهم في شكل احسن. عندنا مشكله ثانيه كبيره، الرياضيين تامينه لاصابات الملاعب في بيروقراطيه كبيره، لازم يروح للمدير الفني، لازم يروح لمدير النشاط الرياضي، لازم التحويل، لازم الورقه، الموضوع صعب شويه. ولازم يروح المانيا. هنتكلم على المانيا دي بخصوص لعيبه الكوره، هنوحدها على النادي كله. فدلوقتي احنا عندي اللعيب الرياضي، ليه اخليه ينصاب الاول؟ طب ما نعمل برنامج طبي رياضي اقلل نسبه الاصابات. انت حضرتك بتتكلم بقى على البريهابيليتيشن، ان انا عايز الوقايه قبل عايز الوقايه. نعم. قبل الاصابه عايز الوقايه. نعم. بالظبط، يعني الوقايه خير من العلاج زي ما بنقول. فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا، ودي ظهرت لنا لما جينا نتكلم شركات تامين، لانها ابتدت تخاطب شركات تامين المانيه، اكبر شركات تامين في العالم، ازاي تقدر تامن على اللعيبه؟ فكان عندي مشكله كبيره جدا ان هم بيطلبوا فلوس كتيره على اللعيبه المصريين، طب اشمعنى؟ ابتديت اقارن بدول ثانيه، قال لي عشان ما عندكوش دكاتره احمال. الاحمال عندكم مش مظبوطه على اللعيبه، فانت بتحط احمال مش مظبوطه. بتتكلم على الاحمال البدنيه. الاحمال البدنيه. نعم، يعني انت كده الاخصائي البدني بالنسبه مهم جدا. مصر تتهم بضعف الاحمال البدنيه. بالظبط، فقال لك ان انت التحميل للرياضيين او الاحمال للرياضيين لو مش سليمه هتدي نسبه اصابات اعلى. ده حقيقي. فانا هعلي لك نسبه التامين علشان نسبه الاصابات عندك عاليه، طب ما احنا نقلل نسبه الاصابات، طب ما احنا نشتغل على دكاتره الاحمال، نبدا نجيب دكاتره من بره بالاستعانه مع دكاتره من كليه التربيه الرياضيه في مصر، مع دكاتره مشهوره في مصر او مدربين مشهورين بتوع احمال. استاذن حضرتك ان انا لازم اعطي كابتن انيس الشعلالي اخصائي الاحمال البدنيه في النادي الاهلي وكابتن ابو العيله ان هم قايمين بدور خرافي مع النادي الاهلي هذا الموسم، لان الموسم حتى الان يعني الموسم اللي فات انا بتكلم بس انا بتكلم على جميع الرياضات. ما يا فندم هو الفيدباك اللي او اللي جاي لبره مش جاي على النادي الاهلي، هو جاي على كل الانديه المصريه. فانا بستثني النادي الاهلي، النادي الاهلي هو ترمومتر الرياضه المصريه ودايما سباق في هذا الشان. ده الرياضيين بالتاكيد اعضاء الجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه 147,000 اسره. تمام. احنا عاوزين نحطهم تحت مظله التامين، دي هتبقى تجربه رائده الاولى من نوعها في مصر. اللي انا اغطي بمظله التامين اعضاء نادي
ونفسي نعممها على جميع الانديه ان شاء الله ننجح فيها. في طريقتين، في طريقه سهله جدا ممكن نعملها من تاني يوم على طول، اللي هو نظام النقابات في مصر، اللي انا بعمل كتيب في اسماء جميع الدكاتره وجميع المستشفيات وصيدليات، تشمل الفحوصات، تشمل التشخيص، تشمل العلاج، بكارنيه النادي تدي له تخفيضات. ده موضوع سهل. مستشفيات عاملاها من نفسها لبعض الانديه، للنقابات او لبعض الانديه دعايه للمستشفى. لكن انا هتكلم النهارده بصوره ال 147,000 عضو عندي، فانا هعمل لهم القصه دي سهله. العضو مش هتكلف اي حاجه، وانا بتكلم بقلب جامد، لان معايا عدد كبير من الناس، 147,000. يعني لو عضو النادي تكررت الشكوى بتاعته من نفس المستشفى اللي النادي متعاقد معاه، نلغي التعاقد. العضو هيدفع ايه؟ ما يدفعش حاجه. مجاني؟ دي مجاني. ازاي؟ انا عدد. العدد؟ العدد. اه. الكتره في الاتحاد، القوه في الكتره. تمام. فانا انا عدد كبير، دي انا اعملها له ثاني يوم، الكتيب اعمله له ثاني يوم. القصه الكبيره بقى، ودي المشكله اللي بنحاول ندرسها مع الشركات الالماني، ازاي اخلي العضو يدفع ثمن قليل واغطيه طبيا كل حاجه. يعني يتعالج ببلاش. بس يتعالج ببلاش معنى ده انه هيدفع فلوس في السنه. يعني هقول له العضو هتدفع فلوس في السنه، ايه المميزات؟ شركات المانيه موجوده. طب انا كنت لسه هسال حضرتك، لماذا شركات المانيه؟ بص، اي منظومه تامين في مصر محتاجه شركه مصريه تغطيها شركه من بره مصر، علشان نسبه الريسك بيقول. لو انت عندك شركه عدد كبير متامن فيها في مصر وحصل نسبه مخاطر عاليه لا قدر الله، ده ياثر على الاقتصاد، ياثر على الشركه، يحصل حركه افلاس. فلازم في شركه اسمها ري انشورنس، يعني شركه ضامنه للشركه المصريه. دي الشركه الالمانيه معظمهم في انجلترا، في المانيا، في فرنسا. فانا لجات لشركات الماني في ميونخ، دي شركه قويه جدا، مش هنقول اسمها عشان ما يبقاش اعلان، دي تغطي الشركة المصرية. وبنفكر ان نعمل البروكر او الشركة المصرية تبقى شركة النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي اللي يقوم شركة، تبقى شركة في النادي الاهلي. بس اعرف الاعداد اللي داخل عندي قد ايه، التاريخ المرضي بتاعهم قد ايه، كام ذكر، كام انثى، اسئلة كتير جدا بتتسأل تبع شركات التأمين. بس حضرتك لما تروح تأمن، حتى لو شركة، هتكلم عن شركة مصر مش شركة من بره، حضرتك هتروح تأمن كفرد، هل سعرك زي ال 147,000؟ طبعا مش ممكن. فده اللي يفرق. فانا عاوز، بس انا عايز استفهمه تاني. اه، ازاي العضو مش هيدفع حاجه؟ لا، اول واحده في شقين، طريقين متوازيين. في طريقه سهله جدا، ودي هنعملها كده كده، بحيث العضو اللي مش قادر يدفع يستغلها بكارنيه النادي الاهلي، عنده تخفيض في 2500 منشاه طبيه. تخفيض مش ببلاش. تخفيض يعني نقول له الصيدليات دي هتديك 10%، ده هيديك 5%، معامل التحليل دي هتديك 20%، المستشفى دي احنا متعاقدين معاها هتاخد 20% من سعر الفاتوره. بس ما بتكلمش على مستشفى واحده، بتكلم على مستشفيات على مستوى الجمهوريه. ده بالنسبه للعضو. دي مش هكلف العضو ولا حاجه، ده كارنيه النادي الاهلي. الشق الثاني ان ممكن العضو يدفع فلوس في السنه، هتبقى طبعا فلوس مخفضه عن لو هو راح شركه التامين لوحده، تتوقف على العدد والتاريخ المرضي بتاعه والى اخره. نقدر نغطيه تماما. الفلوس دي هيدفعها منين؟ يا هتحصل من النادي الاهلي والنادي الاهلي يدفعها لشركه التامين، او هيبقى في حد من شركه التامين موجود، او هننشئ شركه تامين اهليه للنادي الاهلي هي اللي تقوم بالموضوع ده علشان نقلل التكلفه على العضو. لان انا لما ادخل شركه وسيطه في النص او بروكر بياخد نسبه، ودي نسبه قانونيه، ليه ادخل؟ طب ما نوفرها على عضو النادي الاهلي في شركه تبع النادي الاهلي، غير هادفه، غير هادفه للربح، غير هادفه، غير هادفه للربح. غير النادي الاهلي مش المفروض انه يبقى هدف للربح، حتى لو شركات من خلاله. لو شركات من خلاله، لو شركه تبع النادي الاهلي تبقى غير هادفه للربح. اللي انا اغطي العضو، اللي انا اخدم العضو، صحتنا دي مهمه قوي. طب مصاريفها والناس واللي هتشتغل والناس، موظفين من النادي الاهلي، ما انا غير هادفه للربح، يعني تغطي مصاريفها لكن ما تربحش. مش عاوزين صندوق يفضل في الاخر ونقول النادي الاهلي لا ما تكسبش. يعني بقول لك ما تخسرش. بالظبط. بالظبط. كابتن احمد، كشخصيه قياديه، فانت كابتن تيار وانت تمثل الشباب في قائمه المهندس محمود طاهر، وبصفتك ان انت لفيت العديد من الدول، ايه الدور اللي انت شايف ان انت حابب تقدمه لشباب النادي الاهلي في الجمعيه العموميه؟ في البدايه احنا قبل كده كنا بنسمع دايما ان عضو مجلس الاداره اللي هو تحت السن بيبقى دوره مهمش او ملهوش صوت مسموع داخل المجلس. المهندس محمود طاهر يعني كان هو يعني صاحب الاسبق الرياده في الموضوع ده، وقدر يثبت من خلال الفتره السابقه للنادي الاهلي واسند ملفات مهمه جدا للشباب اللي هم تحت السن. مروان هشام كان ماسك الملف النشاط الرياضي، ودكتور مهند مجدي، ومحمد جمال هليل، والثلاثه يعني انجزوا في الملفات اللي هم كانوا ماسكينها. المهندس محمود طاهر قدر ان هو الدوره دي
يفرز شباب جديد من ابناء النادي الاهلي ويسند لهم ملفات قويه. انا بصفه شخصيه انا مسؤول الملف الشباب داخل النادي الاهلي. ملف الشباب ده بيبقى دايما من اتقل الملفات اللي بتبقى موجوده في اي مؤسسه. ايه ابرز ملامحه؟ يعني ابرز ملامحه بالنسبه لي احنا عندنا الشباب في النادي الاهلي متميزين في العديد من المجالات، سواء على مجالات المحاسبه، مجالات الكمبيوتر، مجالات الاي تي، مجالات الهندسه. بنتكلم النادي الاهلي دلوقتي في اربع فروع، بنتكلم في انشاء استاد النادي الاهلي. هو ده مش هيكون مجرد استاد، ده هيبقى فيه ان شاء الله مستشفى وفي متحف. فهنحتاج الشباب دول، وفي اكاديميه طبعا. هنحتاج الشباب النادي الاهلي. العامل الاساسي في ناحيه التوظيف هتعتمد بشكل كبير على الشباب النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. في ملتقى توظيفي ترى محمد جمال هليل في اخر الفتره السابقه، جبنا شركات كتير مالتي ناشونال جوه النادي الاهلي وعملنا ملتقى بين الشباب، بنحاول نفرز الشباب دول ونقدمهم للشركات الكبيره دي بحيث ان احنا نقدر ندعم شبابنا في الشركات الكبيره. فكره طرحت من احد المرشحين مش على ما اظن عمر ربيع ياسين، وقال لك احنا عندنا 14 راعي، فكانت فكرته طب لماذا هؤلاء الرعاه ما يبقاش هم ممكن يبقى التوظيف عن طريقهم، ولا انت شايف حاجة؟ لا احنا لما عملنا الملتقى التوظيفي احنا برضو ما عندناش السلطه المطلقه ان احنا نقدر نبعت اكبر عدد من الشباب ان احنا نشغلهم في الشركات دي. ولكن احنا بنتكلم في النادي الاهلي دلوقتي، النادي الاهلي اصبح مؤسسه كبيره وعندنا كذا اربع فروع للنادي الاهلي غير المشاريع اللي احنا اتكلمنا فيها. فانت عندنا السلطه الحمد لله المطلقه ان احنا نقدر نعتمد بشكل كبير على اولاد النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي ان احنا نقدر نوظفهم في الاماكن اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ونبقى ضامنين طبعا يعني شباب النادي الاهلي اعضاء النادي الاهلي ولائهم للمؤسسه وللكيان اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا. النادي الاهلي مؤسسه كبيره مش مجرد نادي رياضي او نادي اجتماعي، محتاجين ان احنا يبقى فيه ندوات تثقيفيه بشكل دايم، ملتقى للافكار للشباب، عايزين ازاي بنفكر ان احنا نجذب الشباب دول يبقوا داخل النادي الاهلي ونستفيد منهم في خدمه النادي. تمام. دكتور ايهاب، بالتاكيد البرنامج، مش هنقول برنامج يعني، اهم ملامح ما تريد فعله في النادي الاهلي لن يقتصر فقط، وان كان لو اقتصر على اللي حضرتك قلته للتامين ده يكفي. يعني انا واحد الناس تدعي لي. انا بقول لك يكفي انا كعضو. لا انا عندي حلم تاني كبير قوي. ايه هو؟ بطل اولمبي. ده حلم مصري، يعني بحلم ان مصر تتوج بميداليات اولمبيه كثيرة. انا شايف كثيره. وليست واحده ولا اثنين ولا ثلاثه. على سبيل المصادفه احيانا. لا، السنه اللي ريو دي جانيرو طلعنا بثلاث ميداليات، عندنا تجربه رائده، دي اللي انا بتكلم عليها. احنا مؤسسه كبيره هي النادي الاهلي. ليه لما الولد بيطلع بطل انا بسيبه للاتحاد برغم ان انا ميزانيتي اكبر من اي اتحاد في مصر؟ انا ميزانيتي فوق المليار. ليه انا ما اهتمش بيه؟ بالرعاه اللي عندي؟ ليه حاجه مهمه جدا يا فندم. ليه ما اغطيهوش؟ انا اغنى من الاتحاد. انت كده بتحل مشكله الرياضه المصريه مش طبعا. بس ما دي اللي احنا عاوزين نخش فيها. احنا بنصرف فلوس كتيره جدا، والاتحادات بتصرف فلوس، وزاره الشباب والرياضه مشكوره بتصرف فلوس. انا كنادي اهلي ميزانيتي اعلى من اي اتحاد، ميزانيتي اعلى من الاتحادات. هنشيل اتحاد الكوره، جميع الاتحادات الرياضيه لو حطيت ميزانيتهم على بعض انا ميزانيتي اعلى. نعم. يبقى ليه انا الولد اول ما بيتفوق بسيبه يروح الاتحاد واقول له خد مصاريفك من الاتحاد؟ طب دكتور، طب ما نعمل خطه كامله. حضرتك تقصد الالعاب الجماعيه والفرديه، ولكن ولا الالعاب الفرديه فقط؟ بص الاثنين، انا قصدي بالرياضه جميعا. لكن مهتم اكتر بالالعاب الرياضيه الفرديه. والالعاب الشهيده اللي نقدر نصرف عليها فلوس اقل ونقدر نجيب فيها نتائج كويسه جدا في مصر. طب احنا كويسين، ولو لاحظت احنا كويسين احنا كويسين في الجودو، وكويسين في رفع الاذكار، وكويسين في البوكسنج. البوكسنج ما جبناش ولا ميداليه في ريو دي جانيرو، احنا وصلنا لدور الثمانيه. المشكله ان الثلاثه مش عندنا في الاهلي. الجودو ان شاء الله هنزوده. انت فهمت انا اقصد التايكوندو. التايكوندو ان شاء الله هنزوده. كنا متكلمين مع الباشمهندس محمود طاهر ان هنضيف العاب جديده زي التايكوندو والجودو. بس انا هرجع للتجربه، التجربه اللي انا بتكلم عليها اللي هي صناعه البطل الاولمبي بامتيازات النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، برعاه النادي الاهلي، برجال اعمال النادي الاهلي اللي هم مش في القايمه، اللي من بره، اللي داخلين يقدروا يرعوا الرياضيين عندنا. في تجربه اتعملت في نادي الصيد، في هدايه ملك. نعم. كل مصاريفها الاتحاد ساعد شويه، لكن نادي الصيد كان مهتم جدا برياضه التايكوندو ومهتم جدا برياضه الرمايه، طلع اثنين ابطال، احمد قمر طلع الخامس في ريو دي جانيرو في الرمايه في الاطباق. نعم. الحفره، ودي كانت اول مره في تاريخ مصر مصري يخش النهائي. ده حقيقي. ولعب حاجه، لان انا بلعب رمايه فحته تكنيكال شويه. هو دخل حاجه اسمها زي الرمايه ولا السباحه يا دكتور اصلا؟ انا بلعب رمايه دلوقتي، اصلا سباحه، اصلا بطل مصر في السباحه. سباحه وكره ميه. لكن دلوقتي بلعب رمايه عشان اتجسد.
اهلي يا فندم اهلي كله، بس رمايه مش عندنا في الاهلي، الرمايه بلعبها في الصيد. تمام. فاحمد قمر طلع الخامس، ده اول واحد مصري يوصل للفاينل في الاولمبياد، لان الفاينل من 6 اشخاص، ولعب على الولد اللي خد ميداليه برونزيه الانجليزي، لعب زي ضربات ترجيحيه اللي هو شوت اوف. هدايه ملك تايكوندو خدت ميداليه برونزيه، معظم المساعدات خدتها من نادي الصيد، معظم تدريباتها كانت نادي الصيد. احمد قمر كل تدريباته كانت جوه ملاعب نادي الصيد، ما طلعش بره نادي الصيد. اذا حضرتك هتوفر لهم معسكرات، هتوفر لهم كل حاجه، اعداد، هتوفر لهم كل حاجة، رعايه، مكملات غذائيه، كل شيء، كل حاجه، الملف متكامل، واعداد نفسي قبل الاعداد الجسدي. نعم. يعني في اعداد بدني واعداد نفسي، احنا عايزين نشتغل بمنظومه علميه مظبوطه عن طريق الرعاه، عن طريق الرعاه والنادي الاهلي، لكن عن طريق الرعاه في ظل العقود اللي هتتكتب بعد كده، يوضع شرط او بند في العقود ده موجود فيه، ولا هتبقى الامور ودي. بص انا حضرتك انا مش محامي، لكن انا بحب مصر ومحب لمصر. آه. ومصر بالنسبه لي ممثله في النادي الاهلي، انا عاوز اخدم مصر، عاوز اخدم النادي الاهلي. ازاي ابقى قاعد بتفرج على اولمبياد الاقي ثلاث ميداليات من 100 وحاجه مصري طلع الاولمبياد؟ انا نفسي ال100 وحاجه يرجعوا ب100 وحاجه ميداليه، احنا مش اقل من ناس ثانيه، احنا عندنا كتير مشكله ثانيه دول تانية كتير. اللي بيحصل على هذه الميداليه ممكن ما نعرفش عنه حاجه بعد كده، وعندنا امثله، كرم جابر وابو القاسم. لا، كرم جابر جاب لك ميداليتين وبعد كده ذهب فضه. لا، جاب لك ذهب وفضه وما بينهم اولمبياد وبينهما وبعد كده جاب فضه. ايوه يا فندم، ما هو حصل مشاكل ومنصفات، هو ده اللي انا بتكلم فيه. ده الوعي الطبي اللي انت لازم تفهمه للعيب. احنا دايما فاكرين الطب يعني واحد عيان ومقعده في مستشفى. لا، الطب ده اعداد نفسي، اعداد بدني، اعداد تعليمي، اللي انا بفهم الولد ما تاخدش منشطات، ما تاخدش الادويه دي فيها تراكيب مضره، اعمل له تحاليل، اتفق مع منظمه المنشطات ونبدا نحلله، بحيث ان انا اقدم بطل سليم. نعم. وليس بطل معيوب زي ما بنقول، اللي هو يكسب بطوله وما لقوش بعد كده، يكسب بطوله ومنشطات وما اتمسكش في المنشطات. احنا ضد الكلام ده. احنا عندنا 147,000 اسره في النادي، لو قلنا كل اسره فيها طفل او طفلين، يعني بنتكلم 147,000 في 2 او 147,000 واحد، في نص مليون ما نقدرش نطلع منه ابطال. لازم احنا نبقى ضعاف. اكبر مؤسسه في مصر هي ترمومتر الرياضه في مصر. النادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس. لا، وفي شيء، لا انا بلعب كمان، بتكلم على العاب فرديه. وفي شيء انا بتكلم في كل المنتخبات. وفي شيء ايجابي في حضرتك في الكلام اللي انت قلته حضرتك، في حاجه، كل ما الانديه عليت كل ما هتجد ابنائها في صحه جسديه ونفسيه افضل من غيرهم. طبعا انت عارف انا بقصد، وانتماء وطني زياده. تمام. لان انت بتعلم الولد الانتماء بتاع مصر. انا اتعلمت الانتماء لمصر فين؟ طابور العلم، تحيه العلم في المدرسه، كنت بقف على حمام السباحه وانا عندي 7 سنين، نقف كلنا الساعه 5 الصبح والمدرب يسالك سؤال، نادي الاهلي يعني ايه؟ تقول له يعني مصر. فمربوطه اسم مصر باسم النادي الاهلي، انتمائك للنادي الاهلي، قد ايه المشجعين بيقفوا يشجعوا النادي الاهلي، ده انتماء. فانا بعلم الولد من هو صغير الانتماء، بعلم البطل الانتماء، بينتمي للنادي الاهلي اللي هو مصر. تمام. ما الذي يحتاجه الشباب في النادي الاهلي يا مرشح الشباب؟ الشباب محتاجين، يعني احنا طول عمرنا في النادي الاهلي عندنا شباب متميزين في جميع المجالات غير مجال الرياضي، في شباب متميزين في مجال الفن، مجال الموسيقى، مجال الادب. الشباب دي طول عمرها انا يعني ما كناش بنشوف ان يبقى في دعم كافي من اداره مجلس اداره النادي الاهلي للشباب دي. يعني انا بصفه شخصيه الحمد لله كنت متميز او متفوق في المجال الدراسي، في المجال الرياضي، ما كناش بنحس ان المجلس الاداره كان واقف معانا، حتى لو على سبيل يبقى في جوائز رمزيه مقدمه لينا، يعني زي ايفنتس او احتفالات بتحصل، بحيث ان شاب النادي الاهلي المتفوق في المجال بتاعه يبقى فيه دعم كافي ليه. عايزين يعني احنا يعني الملفات، احنا القائمه بتاعتنا احنا مكملين بعض، كل واحد مستور له ملف اللي هيقدر يجيد فيه ويقدم فيه يعني افضل ما يملك. من خلال ملف الشاب بتاعي لازم الشاب النادي الاهلي او الاطفال الموجودين المتميزين والمتفوقين في مجالاتهم يحسوا بقى بدور مجلس الاداره معاهم في ان هو يدعمهم، ان هو يبقوا دايما حاسين ان هما دايما الاداره واقفه وراهم عشان يدونا احسن ما عندهم الفتره اللي جايه. طيب يعني انا كشاب ايه اللي يخليني اروح ادي صوتي لكابتن احمد مصطفى والمردود؟ هل فقط بسبب موضوع الملتقى التوظيفي؟ هل فقط بسبب هذه الايفنتات او المؤتمرات او الجاذرنج اللي هيحصل للشباب عشان اديهم مثلا مردود معنوي؟ ايه تاني في ملفك للشباب يا كابتن؟ لا يعني احنا في حاجات تاني طبعا، في الانشطه الرياضيه، احنا يعني مثلا على سبيل المثال الدورات الرمضانيه في النادي الاهلي،
احنا مفتقدين طول عمرنا على سبيل الكرة القدم دورات رمضانية يعني بتبقى مماثلة للأندية زي نادي الصيد أو نادي الجزيرة. الأندية دي من ضمن الحاجات مثلا اللي كانت ناقصه النادي الاهلي ويشارك فيها الكل ولكن تبقى حاجات تليق بعضو النادي الاهلي. ففي انشطه كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه هنقدر نوفرها لشباب النادي الاهلي. هنحتاج ان احنا يبقى في خدمات مقدمه ليهم بجانب الخدمات التوظيفيه او الخدمات الفكريه او العلميه بحيث ان احنا نجذب الشباب ده ما يبقاش خارج النادي الاهلي، نعرف نجيبه النادي الاهلي يعني. تمام. دكتور إيهاب، أنا إيهاب ماضي يرفض محاولات تشويه قائمة طاهر. التشويه نابع ممن؟ من الإعلام ولا نابع من مناصرين ولا نابع من مين؟ نابع اللي أنا جرحتك بيه، فما بحبش أي حاجة مشوهة، دايما بحب أسهر الجمال. فده نابع إن كلمة تشويه دي بتضايقني شوية. لا، الإعلام الرياضي شايفه مع قائمة المهندس محمود طاهر. بص، أنا نابع يعني في فكرة أساسية، لو أنت بتتهم أي حد في القائمة أو قائمتنا أو قائمة تانية يعني لازم انت راجل اعلامي وفاهم القصه دي، لازم يبقى معاك ادله ووثائق، لان احنا في الاخر احنا مش بنتنافس. هو الناس عماله تقول لي احنا بنتنافس، احنا نتبارى في خدمه عضو الجمعيه العموميه. احنا المباراه اللي ما بيننا زي اي مباراه كره قدم. خرجت عن حدود الشياكه؟ بص يا فندم، انا ببص دايما انا بعمل ايه. بما ان انت بتاع تجميل فانا بكلمك التجميل والشياكه والجوده. التجميل مش معناه ان انت تصلح ندبات. التجميل معناه ان انت تصهر جمال اللي انت بتعمله. فأنا أقدر أكلمك عن جمال القائمة بتاعتنا، عن إحنا بنعمل إيه. تمام. بصرف النظر عن الآخر، يعني أنا ببعد عن الآخر. أنا ممكن تسألني سؤال، أنت داخل ليه مع المهندس محمود طه؟ هقول لك قائمة ملفات وكلام اللي إحنا بنقوله. لا، أنا داخل عشان الفعل وإرادة الفعل. فأنا عاوز أعمل الفعل وعندي إرادة تنفيذ الفعل. إرادة تنفيذ الفعل دي تنزل تحتيها حاجات كتير جدا، آليات صنع الفعل. في سيمترية بينكم كقائمة؟ طبعا. في سيمترية؟ طبعا. هل ده كان مقصود من المهندس محمود طاهر؟ كان شديد الذكاء في اختياره للقائمة. وهرجع اقول تاني، احنا فضلنا 40 ساعة قبل ما نقفل باب الترشح بنكمل واحد واحد، لدرجة اللي انا ابتديت اقلق يعني احنا ناقصين. ده مع ولا ضد الكابتن المهندس محمود طاهر؟ بالعكس، معاه. ده واحد بيفكر في كل واحد. الموضوع مش انتخابات. لاخر 48 ساعة؟ لكن 48 ساعة كان فاضل حد او اثنين يعني بنكمل القائمة. انا مثلا كنت قبليهم بشوية قعدت مع الباشمهندس محمود، لا فاضل ثلاث ايام، قاعد في ثلاث ايام بيفكر مين يمسك الملف الاقتصادي، بيفكر مين يمسك الملف التنموي، بيفكر مين يمسك الملف ده، بيشوف خبراته، بيقابل ناس كتيرة وبيشوف الناس اللي تقدر تنفذ ده، مش نحلم ونبيع اوهام. يعني حضرتك تقصد ان قائمة المهندس محمود طاهر بها 12 ملف؟ بها 12 ملف؟ واقول لهم لحضرتك دلوقتي تمام. 12 ملف كاملين ويكملوا بعض. عندك المهندس محمود طاهر، مش هقول الملف بتاعه ايه لان هو صاحب الملفات، انا دايما بقول له انت المايسترو بتاعك. هو المايسترو بتاع الفرقه. يجي للاستاذ مصطفى مراد فهمي، ده غني عن التعريف. دايما الناس بتسال النادي الاهلي مين لعيب الكوره اللي معاكم في القائمه، مين هيدير ملف الكوره، مين يفهم في الكوره. مصطفى مراد فهمي ما كانش بيدير الكوره في النادي الاهلي، كان بيديرها في القاره الافريقيه. ودخل في الفيفا. ومن الناس اللي بتديرها في العالم. هل مش هيقدر يدير منظومه النادي الاهلي؟ راجل فاهم كويس جدا يعني ايه رياضه، فاهم كويس قوي يعني ايه كوره، فاهم ملف الكوره، له علاقات قويه جدا. وعلى فكره ابنه لسه داخل سكرتير الاتحاد الافريقي، بنبارك له يعني على ده. على فكره ده ريكورد يعني، الجد والاب والابن. طبعا من عائله عريقه جدا رياضيه، الجد والاب والابن. بالظبط. تمام. فداخل بملف الكوره والمكتب التنفيذي بما انه عنده خبرات سابقه كبيره جدا في مجال الرياضه. نيجي وراه الاستاذ كامل زاهر. استاذ كامل زاهر ما نقدرش نقول انه محاسب، ده راجل بيعمل ميزانيات، راجل واخد النادي بفلوس. انا مش هتكلم في الفلوس دلوقتي، لكن معاه ميزانيه وصلت لمليار. يعني راجل بيتحكم في ميزانيه مليار جنيه، ده مش بنكير، مش واحد شغال في بنك، مش رجل اعمال، لا ده راجل بيدور ميزانيه كامله وفي قمه التواضع. لما تيجي تساله تحس ان حتى بيتكسف بينحرج يقول الارقام، بس بيتكلم في ميزانيه مليار جنيه. ده ميزانيه مليار وي مليار و30 مليون على ما اعتقد او 12 مليار و12 مليون يعني مليار وي. نيجي نخش على سته اللي فوق السن، عندك الدكتور محمد يحيى، ده استاذ تربه في كليه هندسه، معاه دكتوراه من امريكا، هو اللي عمل الانشاءات السابقه كاستشاري هندسي للنادي الاهلي، وداخل يكمل كل الملف الهندسي والانشائي للنادي الاهلي. نظرا عندنا استاد وعندنا تجمع وعندنا حاجات كتير، وعندنا الشيخ زايد اللي لسه هتكمل. فده ملف مهم جدا، ده واحد عضو مجلس اداره معاك. يجي بعديه ابرام العقود والنواحي القانونيه والنواحي الاقتصاديه وتنميه الموارد، الدكتور هاني سري الدين. دكتور هاني سري الدين الناس دايما بتقول رئيس البورصه، لا لازم نرجع ورا شويه. استاذ قانون تجاري، استاذ قانون تجاري في جامعه القاهره، رئيس القسم، دارس اقتصاد، معاه دكتوراه من انجلترا، دكتوراه من انجلترا في الاقتصاد
قانون، هل هنلاقي احسن منه يدلنا ابرام العقود والميزانيات والفلوس والموارد احسن منه؟ صعب. نيجي بعد كده الدكتور خالد حبيب، وخريج كليه هندسه لكن عامل دكتوراه في التنميه البشريه، اعاده هيكله المؤسسات الغير ربحانه، يعني تروح تدي له مؤسسه تقول له انا بخسر ليه؟ عيد لي، اعمل لي ريستراكشر، اعمل لي اعاده هيكله للموظفين، ومش انا بطمن الناس، مش معنى اعاده هيكله يعني هيخش يرفد الناس، لا، بيحط كل واحد في مكانه الصحيح، بيحط كل واحد الحته دي محتاجه كام واحد يشتغل بيها عشان ادي نتيجه موجبه قد ايه وهتبقى قد ايه. نيجي بعد كده الاستاذ حمدي الكنيسي، ده قامه من قامات الاعلام، واكيد استاذنا كلنا، استاذ الناس كلها، وراجل عميد الاعلاميين دلوقتي، نقيب الاعلاميين، ده داخل ماسك الملف الاعلامي نظرا لوجود بنقول مش ضعف، بنقول في ملف اعلامي مهم جدا دلوقتي في البلد، في اي مؤسسه عندك قناه النادي الاهلي، عندك الندوات الثقافيه، عندك التثقيف، عندك الاعلام، هو هيمسكه كامل. انا مثالي اتكلمت على الملف، اعوذ بالله من كلمه، انا ماسك الملف الطبي وهدير منظومه الملف الطبي وصناعه البطل الاولمبي، ده السته اللي فوق السن. نيجي ننزل للسته، محمد، استاذ محمد ولي، ده برضو ماشيين مع سياسه الدوله، وده كان حاجه جميله جدا من الباشمهندس محمود طه، ان خد واحد من تحت السن لما طلع فوق السن قال تجربه للشاب الناجح اللي هو نجح تحت السن فهيكمل معانا فوق السن، بما انه متواجد في النادي هو واسرته بيبقى موجود على طول، مسكه ملف منتهى الاهميه اللي هو التواصل مع الاعضاء، كل ما بتكلم عضو من الاعضاء او حتى في انتخابات مجلس الشعب يقول لك واحنا هنشوفك بعد كده، هو احنا هنعرف نوصل لك؟ لا، عندكم واحد عضو مجلس اداره هيشوفونا وهنقعد بيهم وهنعمل ابلكيشن النادي الاهلي، لكن في عضو قاعد وسطيهم وظيفته ينقل مشاكل الاعضاء لمجلس الاداره ويناقشها وينقلها مظبوط. ده ملف جديد مستحدث وفي نفس الوقت تشجيع لواحد شاب تحت السن ادى وظيفته كويس خده فوق السن. نيجي للثلاثه اللي تحت السن. احمد مصطفى مش هتكلم لان هو كابتن طيار وحكى الملف بتاعه. عندك شيرين منصور ماسكه ملف في منتهى الجمال، ملف ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه. كان ليها السبق على فكره. يعني في كتير طلع يعني هذا الموضوع، لكن هي من الدورة اللي فاتت اللي هي لن توفق فيها على في حدود أصوات بسيطة، هي فعلا كانت واخدة الملف ده على عاتقها. بس كانت واخدة الملف ده كانت لسه بتتدرب عليه تمام. في خلال الثلاث سنين ونص عملت ماجستير فيه، نضجت تمام، عملت ماجستير فيه ما شاء الله. فواحدة داخلة مش هقدر أقول دكتوراه، احنا معانا دكتوراهات، مش هقدر أقول لها دكتوراه لأنها تحت السن لسه، إن شاء الله على آخر المجلس يبقى معاها دكتوراه، او الانتخابات اللي جايه ان شاء الله كمان 4 سنين يبقى حصلت على الدكتوراه وهنشجعها على الكلام ده. هي مدرسه في مدرسه كمان مهتميه بوسائل التعليم للاطفال، فهتبدا تعمل وسائل حديثه للاطفال، ازاي تحبب الطفل مش انه يجي يلعب في المراجيح، ازاي يخش بيت الثقافه، ازاي يتعلم مزيكا، ازاي يتعلم رسم وهو حابب دون الاجبار. نيجي الكابتن مروان هشام تحت السن ماسك الملف الرياضي في الالعاب الجماعيه، وده مسكه وهو تحت السن في مجلس المهندس محمود طار اللي هو المجلس الحالي، وكان مجلس نص العدد، حقق بطولات النادي الاهلي ما حققهاش قبل كده، واخد 3 بطولات افريقيه في الكره الطايره والباسكت والهاندبول، فمكمل معانا برضو ماسك ملف الرياضه ملف الالعاب الجماعيه. فكل واحد له دور، كل واحد له ملف تحت المنظومه الكبيره اللي هو المايسترو محمود طار. كابتن احمد، هل دخولك زي ما الدكتور إيهاب كان بيتحدث الآن أن كل الموجودين داخل قائمة المهندس محمود طاهر خاصة اللي كانوا متواجدين في المجلس الحالي أو السابق، خلاص لأن خلاص احنا بصدد الانتخابات، هل ده بيدي لك تحدي لإثبات ذاتك ووجودك داخل هذه القائمة في سواء إن تم انتخابك كعضو مجلس إدارة تحت السن؟ بالتأكيد اعتماد المهندس محمود طاهر او ان هو بيقدم كل فتره انتخابيه جديده شباب جداد، ده طبعا دي حاجه يعني وجود مثلا مروان هشام على سبيل المثال دي حاجه تفيدني واقدر استفيد منه ان هو كان شاب، احنا عامه احنا في سن واحد يقدر يفيدني بالخبرات اللي هو اكتسبها داخل المجلس المره اللي فاتت، اقدر انا من خلال الملف اللي انا اكون ماسكه ان انا اقدر اقدم حاجه بشكل جديد للنادي الاهلي. فاحنا يعني تواجدنا مع بعض كشباب في النادي الاهلي نقدر نتواصل مع الشباب اللي موجوده كناحيه فكريه او من الناحيه العمريه، ده يقدر يساعدني طبعا ان احنا نقدر نقدم حاجات جديده للنادي ولشباب النادي الاهلي، ونقدر نستفيد بخبرات زمايلنا اللي كانوا في الدوره. استاذنا كده تقول الو. الو الو كابتن هناء، طبعا مساء النور. ازيك يا كابتن؟
اهلا وسهلا خالد. ده انتوا ظبطينها بقى. كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن هناء منورانا. وعضوة اتحاد الطايره. عضوة اتحاد الطايره. وزميلة عمر. وزميلة عمر. بالنسبة لي احنا عمالين نسعف والدتك يعني. زميل عمر يعني. كان الكابتن احمد مصطفى ولا بلاش بقى كان احنا عضو مجلس اداره دلوقتي. كابتن هناء قرار جريء من احمد دخوله في انتخابات النادي الاهلي؟ يعني انا شايفاه لكن هو اللي جواه من طموح ورغبه ان شاء الله انه يقدم حاجه كويسه فما بعتبرهوش جرأه يعني هو جريء طبعا دليل ان هو طيار ما شاء الله بقى له 10 سنين ببقى مسؤول عن ارواح يعني 600 و700 راكب فاعتقد ان هو عنده من الجرأه كفايه ان هو يقدم حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن هناء بما ان انت اعلاميه زميله وقديره ايه رايك في تناول بعض وسائل الاعلام لانتخابات الاهلي هذه المره؟ والله يا كابتن خالد انا بجد المره دي انا بشوف حاجات ما شفتهاش طول عمري. وسائل الاعلام المفروض الاعلام ده رساله وامانه وضمير. انا مش شايفه الحاجات دي في بعض القنوات، قناه معينه فاتحه 24 ساعه عشان تنتقم من قايمه لصالح قايمه اخرى. انا الحاجات دي عمري ما شفتها ومستغربه ازاي الاعلام يوصل للدرجه دي من التزييف الحقائق وتوجيه الراي العام بصوره غريبه. بس انا بقول يعني انا بقول حاجه هو يعني كل ما بيعملوا كده كل رد الفعل بيبقى في العكس تماما لانه الناس بقى عندها وعي شديد جدا. الجمعيه العموميه في النادي الاهلي بقى عندها وعي شديد جدا 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 فكل ما زادت الحملات الاعلاميه الموجهه والمغرضه بتجيب نتيجه عكسيه. لكن انا يعني مستاءه جدا من الحملات الاعلاميه الموجهه والمغرضه لان ده مش هدف الاعلام. ده مش سمو الاعلام ورقي الاعلام اللي احنا اتعلمناه من مدرسه الاعلام العظيمه من العظماء اللي احنا اتربينا على ايديهم في الاعلام. النصيحه اللي وجهتها هناء حمزه لابنها احمد مصطفى في الانتخابات. والله نصيحة ان طبعا بدعي له طبعا ربنا يوفقه. عنده قناعات شخصية كثيرة جدا بالمهندس محمود طاهر وبالقايمة. طبعا دي قناعاتي انا شخصية كمان عشان بس نكون واضحين مع احترامي للجميع ولانه احنا في النهاية أسرة واحدة. بحترم القايمتين وبحترم كل حد مرشح نفسه لانتخابات النادي الأهلي لأنهم في النهاية كلهم أولاد النادي الأهلي. لكن ما يعكر الصف وزي ما قلت لحضرتك الحملات الموجهه والناس اللي هي بتحاول تصورها على انها معركه هي في النهايه منافسه شريفه بين اعضاء النادي الاهلي. حضرتك شايفه الصوره دي يا كابتن هناء؟ افندم حضرتك شايفه الصوره دي؟ لا للاسف انا مش شايفاها. طب هو في واحد حضرتك شايلاه في صاله النادي الاهلي؟ تمام طبعا احمد متربي يعني بين جدران النادي الاهلي. يعني كان اقول بس حاجه بسيطه احنا وانا كنت بلعب كنت مره عندي مباراه ويعني كان احمد لسه في مرحله الرضاعه فيعني كان بيعيط جامد جدا. الحكم وقف المباراه في وسط دهشه من الجماهير طبعا الناس بتضحك يعني كان دي لفته طيبه من الحكام. فانا الحقيقه خرجت رضعت احمد ورجعت وخدت تايم اوت المدرب ورجعت تاني الملعب. انا عايز اقول ان احمد متربي بين جدران النادي الاهلي. كان لاعب مميز في الكاراتيه. ما كانش فيه نصيب قوي في الكوره لاعب كوره على فتره في الناشئين وبعدين انتقل لنادي الصيد. يعني حياته كلها في النادي الاهلي. فبرضه بعض الاقلام المغرضه بتقول لك يعني مين دوت وطيار طب وليه ومش ليه؟ لا هم ناسيين ان هو من عائله رياضيه كلها قدمت عطاء. هو يا كابتن كونه كطيار ده شيء يعيبه؟ والله العظيم احنا شايفين حاجات غريبه بتتكتب على السوشيال ميديا بعض القنوات. لكن عزائي في القنوات دي انها قنوات مغرضه وقنوات موجهه والناس كلها عارفه كده كل الناس المحترمين عارفين الكلام ده. لكن انا فخوره طبعا باحمد وفخوره بشخصيته لانه له شخصيته المستقله كل الناس تعلم الكلام دوت. عارف يعني ايه طيار وعارف يعني ايه روح الجرأه والشخصيه المستقله بتبقى الطيارين عامله ازاي يعني. فيعني انا اعتقد ان شاء الله طبعا
اتمنى له كل التوفيق وبتمنى كل القايمه توفيق ان شاء الله. هو ماسك ملف كبير جدا ان شاء الله يبقى اضافه للنادي الاهلي ملف الشباب، لانه احنا شبابنا هم الماضي والحاضر والمستقبل ان شاء الله اللي بلدنا كلها معتمده عليه. اتمنى له التوفيق طبعا في ملف الشباب الكبير جدا. شكرا كابتن هناء حمزه. وانا كمان كنت افكر الكابتن احمد الصوره اللي انت جبتيها انا كنت افكره قدام المشاهدين، هو احمد فعلا احمد متربي في النادي وياما كلنا كنا شفناه لسه. لا هو عمل حاجه يعني هيفهمني يعني، هو مدخل حسام غالي في الكوكبت فدي يعني يعني لا احنا دايما من ضمن. شكرا كابتن هناء. شكرا كابتن من ضمن اللي يعني الحمله الاعلاميه. بس كلمني بس على الصوره دي الاول. دي كنا راجعين من كان ماتش منتخب مصر وكان بيلعبوا في تشاد وكنا وساعتها انا كنت الطيار اللي كنت معاهم على الرحله وكان طبعا بقى صديقي الكابتن حسام غالي اللي اتمنى بصفه شخصيه ان انا اشوفه في المنتخب ان شاء الله في القريب ان شاء الله. ظبطتهم في المطبات الهوائيه ولا لا؟ لا يعني من يعني حاولنا بقدر الامكان ناخد بالنا طبعا عشان سلامه المنتخب الوطني اللي كان معانا على الرحله يعني. دايما احنا متهمين القايمه بتاعتنا ان احنا مش اولاد النادي الاهلي. انا ما اعرفش يعني ايه كلمه اولاد النادي الاهلي، يعني انا اللي انا اعرفه ان اي حد بيحمل كارنيه النادي الاهلي فهو ابن للنادي الاهلي. مش معنى ان انا لعبت رياضه في النادي الاهلي يبقى انا يعني فانا كده ابن النادي الاهلي. انا مختلف تماما مع المقوله دي. لو هي بتتقاس بالصيغه دي فاحنا كلنا اتربينا في النادي الاهلي ولعبنا رياضه في النادي الاهلي بنسبه 99% القايمه بتاعتنا. يعني عندنا الدكتور ايهاب ماضي كان بطل من ابطال السباحه في النادي الاهلي والعاب القوه، معانا شيرين منصور من ابطال السباحه في النادي الاهلي، انا كنت لاعب كاراتيه في النادي الاهلي، مروان لا مروان هشام كان كابتن فريق الهاندبول في النادي الاهلي، هاني سريد الدين كان لاعب كوره، كان كابتن هاني سريد هاني الجول. فحته ان احنا دايما متهمين ان احنا مش ولاد النادي الاهلي فدي من ضمن الحمله الاعلاميه المغرضه اللي بتحاول يعني تتصيد اي خطا موجود عندنا في القائمه. دكتور ايهاب هكلم حضرتك، ليه ادي صوتي لقائمه المهندس محمود طاهر وما ادهاش لاي قائمه اخرى؟ سؤال صعب قوي. القائمه العمليه، بص اقول لك حاجه، احنا قائمتنا السلوجن بتاعها اسمه معا، فاحنا معا نبني للنادي الاهلي، معا نحلم، معا نطور، معا نصون الماضي ونصنع المستقبل بايدينا. فقائمه ملفات هنصون بيها الماضي بتاع النادي الاهلي، هنصون بيها الكيان، وهننقل النادي الاهلي لحته ثانيه، ودي مش دعايه انتخابيه. امال ايه؟ دي حقيقه؟ فعلا. عايز اقول لحضرتك على حاجه منذ ساعات، بما ان انت انا عارف ان حضرتك من الناس المهتمين جدا بالشيخ زايد، وانا كراجل بروح الشيخ زايد عارف مدى حب الناس ليك هناك. منذ ساعات قليله صدر مركز التسويه والتحكيم في اللجنه الاولمبيه باحقيه فرع الشروق في هليوبلس فرع الشروق بتصويت والترشح. هذا تتمناه للشيخ زايد حضرتك؟ طبعا تتمناه طبعا، مع ان ده هيخلينا نبدا العمليه من اولها. بس احنا في الاخر كلنا اهلاويه بصرف النظر عن الانتخابات. احنا اهلاويه. احنا الاسبوع ده لو حصل كده هنوقف الانتخابات. معايا؟ العدل اهم من اي انتخابات؟ طبعا، والمساواه. والمساواه. طبعا. حتى بعد المصاريف وبعد التعب وبعد وبعد؟ بعد كل حاجه. المساواه. طبعا. حقهم؟ حق ديمقراطي لكل واحد في الشعب المصري. حقهم؟ حق كل الناس، المساواه. حق ديننا المساواة والعدل، حق الديمقراطي في مصر والقانون والدستور المصري المساواة والعدل. والله بس مش انا اللي بحكم. امال مين؟ القاضي. هو اللي معاه معطيات الموضوع. القاضي يحكم بالعدل. والله هو العدل. الله هو الحق والعدل. والعدل. دكتور ايهاب انا سالت حضرتك لماذا تم اختيارك من قبل المهندس محمود طاهر في القائمة؟ لماذا انت اخترت قائمة المهندس محمود طاهر؟ هيبقى ليا دور مفعل. دور قوي اقدر اخدم النادي الاهلي بيه. كان في عروض من قوائم اخرى؟ مش هنخش في قوائم اخرى، انا دايما بسيب الكلام على الاخر. كان في لا 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 كان في عروض يعني؟ اكيد كان في عروض، لكن انا بتكلم دايما بنسى حته الاخر، انا بفكر احنا هنعمل ايه؟ ايه اللي نقدر نقدمه للناس؟ وهل الاخر ناسيينك؟ بالعكس، انا لو كلمنا على القائمه الثانيه كابتن محمود الخطيب اقن له كل احترام. لا 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 انا قصدي بيصل اليك
من بعض الشائعات من الناس من حاجات عليا لا بصراحه لا عليك لا لا لكن يعني لو اتكلمنا في المجمل ولاد النادي الاهلي مش ولاد النادي الاهلي الموضوع ده لا يعنيني باي شيء لان انا مش هقول انا ابن النادي الاهلي انا اتولدت في النادي الاهلي انا حمام السباحه بتاع النادي الاهلي عارف فيه بلاطه بلاطه شاني شاني كنت بمثل النادي الاهلي في السباحه مثلت النادي الاهلي في كره المايه مثلت النادي الاهلي في العاب القوه يمكن خدني اللي انا سافرت عشان اكون نفسي واخد الدكتوراه بتاعتي من فرنسا عشان ارجع النهارده واقف قدام النادي الاهلي واقول انا استشاري جراح التجميل نجحت في حياتي جاي انقل لكم خبرات معينه فتره معينه ورجعت النادي الاهلي لكن انا ابن النادي الاهلي انا اتولدت في النادي الاهلي تمام اول عمليه تجميل في النادي الاهلي من وجهه نظرك من محتاجها ايه سيستم للنادي الاهلي الاداره تبقى قويه نبدا في تقديم خدمات للناس نبدا نسمع مشاكل الناس نبدا نعمل ابلكيشن للنادي الاهلي لتوفير نفقات واهدار كتير يعني في دراسه بسيطه انا كنت قاعد امبارح في ندوه مش انا اللي عاملها في دكتور استاذ في كليه استاذ مساعد في كليه التربيه الرياضيه كان قاعد معانا في الندوه عمل كوتشينير عمل حسبه للملاعب في النادي الاهلي لمده 3 اشهر فات لقى ان عدد الساعات في الاسبوع اللي الملاعب متاحه فيها 88 ساعه نسبه الاستغلال 44 ساعه يعني في نص الوقت 50% اهدار حضرتك انا وانت مش هنخش في الاحصائيه اللي هو عاملها لو حضرتك عاوز تروح تلعب تنس او سكواش في النادي الاهلي حضرتك بتروح عشان تاجر الملعب تلاقي في 2 اعضاء قبلك ماجرينه هيخلصوا امتى هيخلصوا كمان ساعتين يا بتمشي وما بتلعبش يا تفضل قاعد تضيع الساعتين احنا عاوزين نعمل ابلكيشن نوفر الكلام ده نرشد الوقت لان الوقت مهم جدا يعني كل شيء يبقى منظم كل حد منظم. عارف حضرتك عندك الفاسيلتي عندك التسهيلات اللي انت تقدر تحجز من البيت عن طريق الموبايل يعني تشوف اني ملعب سكواش هتروح في الوقت بتاعك تلعب وتمشي ده هيزود العائد المادي للنادي الاهلي هيضيع فقدان الوقت تمام كلمه اخيره يا كابتن احمد اثق في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي جمعية عمومية مثقفة على قدر كبير من الوعي أثق في اختياراتهم للأصلح الفترة الجاية اللي هيقود النادي الأهلي الفترة المقبلة أتمنى الانتخابات إن شاء الله تكون بموضوعية بعيدا عن العاطفة الناس اتغيرت بعارفين مين اللي جاي عشان يقدر يخدم النادي الأهلي ومش مستني حاجة من النادي الأهلي مين هيجي يقدر يقدم خدمات للأعضاء للنادي الأهلي مين هيقدر يبني ويطور ويكمل سلسلة الإنجازات اللي عملها أتمنى الانتخابات تبقى بموضوعية تمام. بعيدا عن العاطفة دكتور إيهاب كلمة أخيرة للجمعية العمومية فكروا في الاستاد أنا الاستاد مش عارف الناس واخداه بمحمل كفاية شوية ده مشروع وطني مشروع قومي 4 مليار جنيه ناس هيخشوا في الاستاد فرص عمل قد إيه مهندسين قد إيه تشتغل معاه مستشفى معاه متحف للنادي الأهلي وحفظ تاريخ النادي الأهلي يعني مشروع جبار انا شايفه مش مشروع النادي الاهلي هي فكره النادي الاهلي واسمه استاد النادي الاهلي لكن ده مشروع دوله انتوا نورتونا ميرسي يا فندم شاكرين الافضال دي كانت اول النهارده قائمه مع المهندس محمود طاهر للمره الرابعه وارجو الا تملوا مني بكرر للمره الرابعه النهارده ومش عارف العشره ولا العشرين اللي بنقول ان اداره القناه وبرنامجنا بتدعو قائمه الكابتن محمود الخطيب سواء حوار سواء مناظرات للمره الرابعه وارجو ما كنتش بكرر وابقى راجل ممل بقول لكم اتفضلوا وهنفضل نلح لغايه يوم الانتخابات في اي وقت تحددوه المناظرات عايزينها انا كان طرح السيد نائب رئيس المرشح على نائب منصب نائب رئيس طرح والمهندس والكابتن مصطفى مراد فهمي قال انا عايز قناه محايده ويختارها أنا عموما بقول في كل الأحوال هذه القناة هي قناة النادي الأهلي ليست قناة مجلس إدارة وليست قناة العاملين فيها دي قناة للنادي الأهلي من سيفوز هو سيمثل النادي الأهلي دي آخر كلمة أفلو. أنا بأكد على كلام حضرتك قناة النادي الأهلي قناة محايدة وتستقبل أي شيء من أي قائمة من أي مرشح احنا خدنا مع حضراتكم مع المستقلين الآن مع قائمة المهندس محمود طاهر وأيضا بندعو مرة أخرى قائمة كابتن محمود الخطيب كابتن أحمد مصطفى شرفتني ونورتني في قناتك قناة النادي الأهلي وبيتك كابن من أبناء النادي الأهلي أنا متشكر جدا لاستضافتكم لينا النهاردة وسعيد أن أنا أكون في بيتي في قناة النادي الأهلي أيضا دكتور إيهاب شرفتنا ونورتنا في قناتك وبيتك كابن من النادي الأهلي بس فخور لأن قاعد في قناة النادي الأهلي فخور بمستوى الحوار فخور بمستوى التعليق بجد مبسوط نورتونا بكرة إن شاء الله معادنا مع الأهلي ينتخب ونرجو أن نجد اتصال
من قائمة الكابتن محمود الخطيب قالوا احنا هنيجي نعمل مناظرات او هنيجي للاستضافة. السلام عليكم.